صباح الخير على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية، وأهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. صباح الخير عليك يا أحمد. صباح الخير يا بسنت، صباح الخير على كل المشاهدين في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر، حلقة 29 يوم الأحد. في الحقيقة كل المتابع لمجريات الأمور في شتى المجالات هيلاقي ان دايما السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بيولي اهتمام كبير جدا للشباب، وايضا بيراهن على الشباب في كمان يعني رهان بيكون في محله دايما. والحقيقه احنا هنا ما بنتكلمش بس على الشباب المصري، لا احنا هنا كمان بنتكلم على الشباب العربي والشباب الافريقي. علشان كده السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي امس في لقائه مع وزراء الشباب والرياضه العرب دعا لان عام 2023 يكون عام للشباب العربي، ويتم تنظيم في هذا العام مجموعة من الأنشطة بالتناوب ما بين العواصم العربية المختلفة طوال أيام السنة. مش بس كده، كمان يكون في مساحة، المساحة دي أو أرضية مشتركة للتشاور ما بين الكوادر الشبابية في الوطن العربي ككل. ويمكن ده اللي بيأكد حاجة واحدة فقط يا بسنت، إن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه المسؤولية لقيادة البلاد وهو دائما ما يراهن على الشباب، ويمكن قالها علنة: لا نهضة ولا تنمية دون الشباب. ده حقيقي يا أحمد، والمبادرة دي في الحقيقة مهمة جدا إنه سيادة الرئيس عملها، لأنه المجتمع العربي مجتمع شاب، يعني النسبة الكبيرة منه في مراحل عمرية شابة، وبالتالي لازم يكون في نوع من التواصل والمشاركة والدعم وكمان التمكين السياسي والاقتصادي للشباب. أعتقد إن احنا عندنا تجربة مهمة جدا في مسألة تمكين الشباب، واللي بدأت بالتأهيل والتدريب الجيد، وده كان من خلال البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، وبعد كده الأكاديمية الوطنية لتأهيل الشباب اللي بترعى دلوقتي الحوار الوطني اللي دعا ليه سيادة الرئيس. الحقيقة أحمد كمان الشباب العربي عنده القدرة وعنده الريادة اللي احنا شفناها في مجالات مختلفة في الفترات اللي فاتت، سواء في الرياضة، في الفن، حتى مجالات الفضاء كانوا قادرين ان هم يتفوقوا ويحطوا اساميهم ويحطوا اقدامهم في مجالات مختلفة ويحققوا فيها نجاحات مختلفة. صحيح بس انت، ويمكن كل المتابع لما يحدث على ارض مصر تحديدا بيلاقي ان الشباب المصري قدر ان هو يغير في كتير من الامور، وكان بمثابة ضخ يعني دماء جديدة في شرايين الوطن بشكل عام. وهنا نشيد بدور الأكاديمية الوطنية لتأهيل الشباب للقيادة الPLP اللي قدرت اللي هي خلال فترة قليلة جدا تطلع لنا كوادر. الكوادر دي قدرت تتمكن في كافة الأصعدة، وهنا نتكلم تحديدا على زي ما بيقولوا كده بالبلدي الدولاب التنفيذي للدولة. شفنا تواجد الشباب في عدد من المناصب القيادية، سواء كان نواب وزراء، سواء كان أيضا نواب محافظين، وشفنا كمان نماذج شابة من الوزراء. عايز كمان أأكد على أن فكرة التواصل الدائم مع الشباب، احنا لحد دلوقتي عملنا 8 مؤتمرات وطنية للشباب، ده بالإضافة ل4 نسخ من منتدى شباب العالم ونسختين من منتدى الشباب الإفريقي اللي تم في أسوان. كل ده بيعكس وبيأكد حاجة واحدة فقط، هي أن التجربة المصرية هي تجربة رائدة في تمكين الشباب. بمناسبة كلمة رائدة اللي انت بتقولها دي، انا بحس فعلا ان يعني الحكومة المصرية طبعا بقيادة السيد الرئيس عندهم دايما استراتيجية استباقية للأحداث. زي ما احنا اتكلمنا مع حضراتكم انه الشباب العربي حقيقي عنده خطوات ناجحة جدا وثابتة جدا نحو التقدم وكمان الريادة في مجالات مختلفة قدام العالم كله. فامبارح سيادة الرئيس دعا إلى إنشاء اتحاد للشباب العربي، وده هيمثل آلية متطورة للتواصل وهيكون جسر ومنصة عربية لتعظيم التفاعل بين الشباب بشكل منتظم وممنهج، ومن خلال المنصة دي هيقدر الشباب العربي إنهم يتعرفوا على القضايا والاهتمامات المشتركة ويتفاعلوا معاها، وكمان هيقدروا يواجهوا أي أفكار مغلوطة أو ظواهر تؤثر بالسلب على المجتمع العربي. وفي الحقيقة ده مهم جدا إن احنا كلنا نتجمع وكلنا نتحد بالفكر الإيجابي وفي نفس الوقت نتصدى لأي فكر سلبي. من أهم المبادرات اللي أنا شايفة الوقت مناسب إن احنا كلنا كشباب عربي نتحد مع بعض ونحط إيدينا في إيدين بعض، وإن شاء الله نطلع من المبادرة دي بحاجة إيجابية جدا. يعني في مقولة كده يا بسنت لأينشتاين بتقول لك إيه، لا يمكن أبدا حل المشاكل بنفس طريقة التفكير التي أوجدتها وتسببت فيها. بالبلدي كده لو في مشكلة، المشكلة دي ما ينفعش أبدا نفس الشخص اللي تسبب في هذه المشكلة يكون هو نفس الشخص اللي تسبب في حلها. علشان كده بيجي فكرة دعم الشباب، لأن دايما الشباب بيكون عندهم أفكار يمكن بره الصندوق، أفكارهم دايما بتكون مختلفة، أفكارهم دايما فيها نوع من أنواع الكرياتيفيتي يا بسنت أو الإبداع اللي بيقدر فعلا اللي هو يحل المشكله وفقا لمتطلبات العصر الحالي. ده حقيقي، وجه الوقت اللي كلنا نتحد فيه عشان نطلع باحسن نتيجه ممكنه. متفائلين خير باللي جاي، متفائلين خير بشبابنا العربي اجمع. بنصبح على حضراتكم، صباح الخير يا مصر. صباح على حضراتكم مرة تانية في صباح الخير يا مصر. وقبل ما نبدأ أولى فقراتنا نروح ونصبح على زميلتنا ليندا عبد اللطيف ونعرف منها آخر أخبار الطقس والعملات وأسعار الذهب. ويمكن يهمنا دلوقتي يا ليندا نعرف الطقس إيه أخباره، لأن في كلام درجة الحرارة 37 النهارده. صباح الخير يا ليندا. صباح الخير أحمد الأول، صباح الخير بسنت. لسه يا احمد فعلا في استمرار في ارتفاع درجات الحراره. امبارح القاهره سجلت 36، وزي ما انت قلت النهارده بتسجل 37، وبكره كمان هيكون ذروه ارتفاع درجات الحراره والقاهره هتسجل بكره 38. يعني وده اللي احنا كنا خايفين منه بقى بعد ما قعدنا نقول للشتاء باي باي، بس هو هتبقى بكره يا بسنت ان شاء الله، وبعد كده هتقل تاني شويه تدريجيا ان شاء الله. بس يعني الكل بقى يعني يتوخى الحذر في الفتره دي وما ينزلش غير للضروره يعني. بالتاكيد. صباح الخير عليكم مشاهدينا. دلوقتي تعالوا نتابع مع بعض متوسط أسعار صرف العملات الرسمية، والبداية كالعادة هتكون مع الدولار الأمريكي وسعر البيع والشراء. سعر البيع سجل 18.62، أما الشراء فسجل 18.54. اليورو البيع سجل 19.92، أما الشراء فسجل 19.82. الجنيه الاسترليني البيع سجل 23.40، أما الشراء فسجل 23.29. الفرنك السويسري البيع سجل 19.38، أما الشراء فسجل 19.28. هنروح لليوان الصيني البيع سجل 2.76، أما الشراء فسجل 2.75. الريال السعودي البيع سجل 4.96، أما الشراء فسجل 4.94. الدينار الكويتي البيع سجل 60.91، أما الشراء فسجل 60.62. وأخيرا الدرهم الإماراتي البيع سجل 5 جنيه و7 قروش، والشراء سجل 5 جنيه و4 قروش. وبالنسبة لمتوسط أسعار الذهب فعيار 18 سجل 915 جنيه للجرام، أما عيار 21 فسجل 1090 جنيه للجرام، وعيار 24 سجل 1165 جنيه للجرام، وأخيرا الجنيه الذهب سجل 8435 جنيه. خلونا دلوقتي مشاهدينا نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهارده لسه في استمرار في ارتفاع درجات الحراره، والجو هيكون شديد الحراره على القاهره الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وفي نشاط للرياح على اغلب الانحاء، هتكون مثيره للرمال والاتربه على السواحل الشماليه الغربيه. درجه الحراره في القاهره النهارده 37، واعلى درجه حراره هتكون في اسوان 42، واقل درجه حراره هتكون في دمياط 29. هنتابع مع حضراتكم احوال الطقس بالتفصيل في النشره الجويه ولكن بعد شويه. نصبح على حضراتكم من جديد. امبارح سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد مراسم توقيع التعاقد مع شركه سيمنز العالميه لانشاء منظومه متكامله للقطار الكهربائي السريع في مصر باجمالي 3 خطوط بيبلغ طولهم حوالي 2000 كيلومتر على مستوى الجمهوريه. واكد سيادته ان شبكه خطوط القطارات الكهربائيه الجديده بتاتي ترسيخا للتعاون المثمر بين مصر والمانيا في مجال البنيه الاساسيه، وهتمثل اضافه كبيره لمنظومه النقل، وهتكون بدايه عصر جديد للسكك الحديد في مصر وافريقيا وكمان الشرق الاوسط. شهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مراسم توقيع التعاقد مع شركة سيمنز الألمانية لإنشاء منظومة متكاملة للقطار الكهربائي السريع في مصر بإجمالي 3 خطوط يبلغ طولها حوالي 2000 كيلومتر على مستوى الجمهورية. التوقيع على عقد توريد وتنفيذ وصيانة الخطين الثاني والثالث من شبكة القطار الكهربائي السريع بين وزارة النقل وتحالف شركة سيمنز أوراسكوم للإنشاءات والمقاولون العرب بقيادة شركة سيمنز الألمانية، يوقعها من الجانب المصري وزير النقل الفريق كامل الوزير، ويوقعها من الجانب الألماني الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة سيمنز العالمية دكتور رولان بوش. حيث أكد السيد الرئيس على أن شبكة خطوط القطارات الكهربائية الجديدة تأتي ترسيخا للتعاون المثمر بين مصر وألمانيا في مجال البنية الأساسية، وستمثل إضافة كبيرة لمنظومة النقل إيذانا ببداية عصر جديد للسكك الحديدية في مصر وإفريقيا والشرق الأوسط. بسم الله الرحمن الرحيم. خلوني أنا أرحب بكم، أهلا وسهلا، سعيد بوجودكم وسعيد بتعاونكم، وخليني أقول دايما الكلام اللي أنا بحب أقوله لكل الشركات الألمانية اللي احنا اتعاملنا معها. وإحنا في مصر عندنا تقدير شديد جدا واعتزاز شديد جدا بالشركات الألمانية وقدرتها على إنجاز العمل اللي بيتم يعني التعاقد معها فيه. فأنا بشكركم على ما تحقق حتى الآن، يعني بتمنى لكم التوفيق وبدعوكم لمزيد من الجهد عشان ننجز هذا العمل العظيم اللي هو بيعتبر أتصور من أكبر مشروعات النقل اللي احنا عملناها في مصر خلال ال 30-40 سنة اللي فاتوا. فبرحب بيكم وسعيد بوجودكم معنا في مصر. كما حرص السيد المستشار الألماني أولاف شولتز على الإدلاء بكلمة مسجلة بهذه المناسبة أكد فيها على أهمية علاقات الشراكة المتينة بين مصر وألمانيا. President Al-Sisi, Prime Minister Madbouli, Ministers, Dr. Bush, Excellencies and distinguished guests. 110 years ago, the famous German writer Thomas Mann traveled to Davos, where I am participating in the World Economic Forum today. Unlike me, Thomas Mann took the train. He captured that trip in his novel, The Magic Mountain, and I quote, he looked out, the train wound in curves along the narrow path. He could see the front carriages and the laboring engine vomiting great masses of brown, black, and greenish smoke. One thing is certain, Egypt's modern 21st century trains will look very different. There will be no great masses of smoke, nor will travelers feel that the engines of the train are laboring with difficulty. Instead, rail travel in Egypt will be fast and clean, comfortable, affordable and safe. It will also be much easier to transport goods. With this major investment, the Egyptian government has taken a bold and far-sighted decision. A groundbreaking decision both for the Egyptian people and for Egypt as a business location. امبارح كمان نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية فيديو، الفيديو ده كان لمشروع القطار الكهربائي السريع في مصر واللي بيعد الأضخم في العالم وفي تاريخ شركة سيمنز الألمانية منذ تأسيسها قبل 175 عام تحديدا. مصر تنمو، سكانها يتزايدون، اقتصادها ينمو ويزدهر، وبالتالي تتزايد أيضا احتياجات البلاد لحلول النقل المتطورة، وهي الاحتياجات التي يجب أن يتم تغطيتها بطريقة سريعة ولتخدم جميع المصريين. إن الدولة تمهد الطريق لإقامة أحد أكثر نظم النقل استدامة في البلاد. تتشرف سيمنز موبيليتي بإنشاء شبكة حديثة لخطوط السكك الحديدية السريعة في مصر. ستعمل شبكة السكك الحديدية الجديدة والتي يتعدى مجموع أطوالها لحوالي 2000 كيلومتر على ربط 60 مدينة في مصر بالقطارات الحديثة التي تصل سرعتها حتى 230 كيلومتر في الساعة، وسيتمكن حوالي 90% من المواطنين في مصر من استخدام هذه المنظومة المتكاملة والحديثة والآمنة في تنقلاتهم اليومية. تتألف شبكة خطوط السكك الحديدية عالية السرعة من 3 خطوط، أولها خط مماثل لقناة السويس ولكن عبر خطوط السكك الحديدية بطول 660 كيلومتر، ويربط بين العين السخنة الواقعة على البحر الأحمر ومدينتي الإسكندرية ومرسى مطروح على البحر المتوسط. يبلغ طول الخط الثاني حوالي 1100 كيلومتر ويربط القاهرة بأبو سمبل مرورا بمدينتي الأقصر وأسوان، وهو ما يعني ربط العاصمة المصرية العملاقة بالمراكز الاقتصادية الناشئة في صعيد مصر. أما الخط الثالث فيصل طوله لحوالي 225 كيلومتر من مدينة قنا وحتى سفاجة مرورا بمدينة الغردقة. وفي إطار هذا المشروع العظيم ستقوم سيمنز موبيليتي وشركاؤها أوراسكوم للإنشاءات والمقاولون العرب بتصميم وإنشاء ووضعه في التشغيل كمشروع متكامل بنظام تسليم المفتاح، بالإضافة لتقديم خدمات الصيانة لمدة 15 عاما. إن هذا التحالف الذي يضم الشركات الثلاث سيسهم في تنمية المهارات والكوادر المحلية في هذا القطاع والمساعدة في تطوير وإعمار المناطق التي يمر بها ونقل البضائع منها وإليها. سيعمل هذا المشروع العملاق على تحفيز النمو الاقتصادي في مصر وتحويلها لمركز إقليمي فائق التطور لوسائل النقل والمواصلات الحديثة والصديقة للبيئة. لقد بدأ عصر جديد للسكة الحديدية في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط. امبارح كمان سيادة الرئيس استقبل وزراء الشباب والرياضة العرب، وأكد سيادته أهمية بناء فهم ووعي حقيقي للشباب على نحو يعزز الاستقرار والأمن والسلام. ودعا سيادته لإطلاق عام 2023 عام للشباب العربي، بحيث يتم تنظيم مجموعة من الأنشطة بالتناوب بين العواصم العربية المختلفة على مدار العام. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وزراء الشباب والرياضة العرب، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن السيد الرئيس رحب بالالتقاء مجددا بوزراء الشباب والرياضة العرب، وذلك على هامش انعقاد الدورة 45 لمجلسهم بالقاهرة، مؤكدا سيادته أن قطاع الشباب يمثل بعدا أساسيا للأمن القومي للدول، وهناك أهمية كبرى لبناء فهم ووعي حقيقي للشباب على نحو يعزز الاستقرار والأمن والسلام كهدف رئيسي ويوفر عوامل التقدم والنجاح. كما شدد السيد الرئيس على أهمية توعية الشباب العربي بالانخراط في التحول الرقمي والبرمجيات والتقدم التكنولوجي المتسارع، والتي تؤثر بشكل كبير على مستقبل فرص العمل، وبالتالي تكمن أهمية مساعدة الشباب على مواكبة التطورات في هذا المجال، مشيرا سيادته إلى مجموعة الجامعات التكنولوجية الحديثة التي أقامتها مصر مؤخرا لهذا الغرض. كما أكد السيد الرئيس أن كتلة الشباب تمثل طاقة إيجابية هائلة يتعين العمل على تعظيم الإمكانات والقدرات العربية المشتركة لحسن استخدامها واستثمارها، ولتحصين عقول الشباب العربي ضد الأيديولوجيات المتطرفة والحيلولة دون غرس أي أفكار هدامة أو مغلوطة بها، والتي من شأنها أن تهدد مقدرات وكيان الدول. وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد حوارا مفتوحا وتبادلا للرؤى بين السيد الرئيس ومجموعة السادة الوزراء حول التجارب العربية المختلفة في العمل الشبابي وكيفية الاستفادة منها في دعم الحوار الشبابي وتوفير مساحة للتشاور بين الكوادر المجتمعية الشبابية في الوطن العربي بغية بلورة رؤى شبابية للتحديات التي تواجههم. كما أشاد الوزراء العرب باهتمام مصر بقيادة السيد الرئيس بالمجالين الشبابي والرياضي، لا سيما من خلال تبني العديد من المبادرات التفاعلية مع الشباب وإقامة الفعاليات والمؤتمرات الوطنية والإقليمية والعالمية في هذا الصدد، والتي تعكس الدور المحوري للشباب في استراتيجية التنمية الوطنية في مصر. وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس اقترح في ختام اللقاء إطلاق عام 2023 عاما للشباب العربي، بحيث يتم تنظيم مجموعة من الأنشطة بالتناوب بين العواصم العربية المختلفة على مدار العام، وكذلك دراسة إنشاء اتحاد للشباب العربي، وذلك كآلية متطورة تعمل كجسر ومنصة تساهم في تعظيم التفاعل بين الشباب العربي بشكل منتظم وممنهج للتعرف عن قرب على القواسم المشتركة والخصوصيات الثقافية لكل دولة، بالإضافة إلى توحيد الشباب العربي نحو إدراك قضاياهم واهتماماتهم، وذلك لتعميق أواصر العلاقات على المستوى الشعبي بين الشباب ومساعدتهم على التصدي للشائعات وتصويب الانحرافات الفكرية ومواجهة الأفكار المغلوطة والهدامة والمتطرفة والظواهر السلبية التي تلقي بظلالها على الوعي المجتمعي. لسه مستمرين مع حضراتكم في سرد الأخبار اللي حدثت بالأمس، لأن امبارح كان في مجموعة مهمة من الأخبار، يمكن كان أهمها زيارة دولة رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي لدولة الإمارات العربية الشقيقة ولقائه مع وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالإمارات. كمان كان في لقاء مع كبار المستثمرين الإماراتيين، بالإضافة لإطلاق مبادرة الشراكة الصناعية بين مصر والإمارات وأيضا الأردن. ده غير من أهم الأخبار كمان اللي موجودة معانا النهاردة، نفي الحكومة للشائعات الخاصة بفرض رسوم على طلاب الجامعات الحكومية لأداء امتحاناتهم في نهاية العام الحالي. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، منها وصول الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء للعاصمة الإماراتية أبو ظبي على رأس وفد رفيع المستوى، وشارك في فعاليات الاجتماع الثلاثي بين مصر والإمارات والأردن. وتم إطلاق مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، واللي بتساهم في دعم وتعزيز التكامل الصناعي بين البلدان الثلاثة وبتخدم أهداف التنمية. كمان امبارح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء التقى بعدد من كبار المستثمرين الإماراتيين بمقر إقامته بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، وقال مدبولي إن الحكومة حريصة على تواجد أكبر عدد من الشركات الإماراتية في مختلف المجالات على أرض مصر، وإن المرحلة الحالية بتشهد قيام الدولة المصرية بفتح المجال للاستثمار الخارجي والزيادة من مساهمة القطاع الخاص. امبارح كمان خلال الزيارة التقى الدكتور مصطفى مدبولي مع الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات، وأعرب عن سعادته بالزخم المتنامي في العلاقات المصرية الإماراتية. وتم الاتفاق على تشكيل فرق عمل من مصر والإمارات لصياغة التفاهمات والاتفاقيات حول مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة اللي تمت مناقشتها خلال المقابلة. كمان امبارح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نفى الشائعات اللي ترددت حول فرض الرسوم على طلاب الجامعات الحكومية كشرط لأداء امتحانات الترم الثاني. المركز تواصل مع وزارة التعليم العالي اللي أكدت إنه الكلام ده غير صحيح ومفيش أي رسوم بيتم فرضها على الطالب علشان يدخل الامتحانات. خلونا دلوقتي نروح لجولة في المحافظات، ومعانا مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح في المحافظات، ومنها تخصيص 106 مليون جنيه لتطوير ورفع كفاءة قصر ثقافة سوهاج، وختام فعاليات المسرح المتنقل في أسوان، وكمان تنظيم المسابقة الرياضية لتنس الطاولة لطلائع في كفر الشيخ، وأخبار تانية من دمياط وبورسعيد. أخبار كتيرة حصلت امبارح في المحافظات. البداية من سوهاج اللي تم فيها الإعلان عن تخصيص 106 مليون جنيه لتطوير ورفع كفاءة قصر ثقافة سوهاج علشان يظهر بالشكل الحضاري اللائق أمام الزائرين من داخل المحافظة وخارجها، وده في إطار خطة المحافظة لدعم وتطوير قطاع الثقافة. في دمياط انطلقت امبارح حملة المدينة الآمنة في عزبة البرج وميت أبو غالب بمركز كفر سعد قبل تعميمها بجميع أرجاء المحافظة. الهدف من الحملة تحصين جميع الأهالي فيما فوق 12 سنة بلقاح فيروس كورونا. في أسوان تم ختام فعاليات المسرح المتنقل اللي استمرت على مدار 3 أيام متتالية بمركز شباب قرية الشط بدراو. الفعاليات دي تضمنت عرض أهم القضايا اللي بتمس الأهالي بطرق ابتكارية وفنية، وعرض المشكلات الاجتماعية وطرق حلولها. في بورسعيد بتواصل الأجهزة التنفيذية أعمال إنشاء وتطوير المحاور والطرق الرئيسية والفرعية لتحقيق السيولة المرورية ضمن الخطة الموسعة لتطوير الطرق بجميع أنحاء بورسعيد. وامبارح تم الإعلان عن الانتهاء من أعمال رصف وتطوير شارع بحري ترعة السلام بمنطقة بحر البقر بجنوب بورسعيد لتسهيل الحركة لقرى الجنوب والتيسير على المواطنين. في كفر الشيخ نظمت إدارة الطلائع بمديرية الشباب والرياضة المسابقة الرياضية في تنس الطاولة للنشء من عمر 12 ل 16 سنة بنادي الإرادة والتحدي. شارك في المسابقة اللاعبين الصاعدين على مستوى الإدارات الفرعية. بعد ما شفنا الأخبار اللي حصلت امبارح، تعالوا نتابع الأخبار اللي هتحصل النهاردة بمشيئة الله تعالى، واللي منها إجراء القرعة الإلكترونية للحج السياحي لاختيار 9200 شخص. دول اختيارهم لأداء فريضة الحج واستئناف الحركة السياحية الروسية أيضا في مدينة الغردقة، وأخبار تانية هنعرفها في التقرير اللي جاي. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء هينظم احتفالية لتكريم الفائزين في المسابقة البحثية الأولى لكتابة أوراق السياسات العامة اللي بتحمل شعار شبابنا يدعم قرارنا، وده بحضور عدد كبير من الخبراء والمتخصصين والأكاديميين والشخصيات العامة وبعض الممثلين للمؤسسات الدولية البارزة. النهارده هيتم إجراء القرعة الإلكترونية للحج السياحي لاختيار 9200 حاج، وهي حصة وزارة السياحة اللي قررها مجلس الوزراء للجهات المنظمة من بين 70,000 تقدموا من خلال الشركات لأداء الفريضة. كمان النهارده هيشهد مطار الغردقة الدولي استئناف تاني شركة سياحية روسية رحلتها الجوية من روسيا للمنتجعات السياحية بالمدينة بعد توقفها خلال الفترة الماضية، وده بمعدل رحلتين أسبوعياً. النهاردة هيشارك الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية المصرية في انطلاق المنتدى العلمي العربي لعلماء ومحترفي الإشعاع، وده في إطار دعم هيئة الطاقة الذرية المصرية لجميع الأنشطة في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية ونشر الوعي بيها ودعم جميع المبادرات الأهلية في هذا المجال. لعشاء الدوري المصري موعدهم النهارده مع مباريات مهمة في إطار الجولة 21 من عمر المسابقة. هيلتقي فيوتشر مع إيسترن كامباني الساعة 4 العصر، وبيراميدز مع المصري الساعة 6:30 مساءً، وفي نفس الوقت هيلتقي البنك الأهلي مع سيراميكا كيلوباترا. مشاهدينا نروح لفاصل سريع ونرجع لحضراتكم بعد الفاصل، خليكم معنا. مرة تانية بنصبح على حضراتكم في صباح الخير يا مصر، ودلوقتي موعدنا مع جولة تفصيلية لأهم أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال اليوم مع ليندا عبد اللطيف. اتفضل يا ليندا. زي ما قلنا يا أحمد من شوية، درجات الحرارة مرتفعة النهاردة، الطقس الصبح بيكون حر جدا، بالليل هيكون لطيف إن شاء الله. إن شاء الله. صباح الخير عليكم مشاهدينا مرة تانية. هيئة الأرصاد الجوية تتوقع أننا مكملين في ارتفاع درجات الحرارة، والطقس هيكون شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وهيكون حر على السواحل الشمالية. أما بالليل فهيكون معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ولطيف على السواحل الشمالية. دلوقتي خلونا نتعرف على حالة الطقس بالتفصيل مع دكتور منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير عليك يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة ليندا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك. يعني يا دكتور، البلاد النهارده بتشهد موجة شديدة الحرارة، عايزين حضرتك تقولي لنا الموجة دي مستمرة معانا لحد إمتى، وإيه النصايح اللي ممكن نقدمها للمواطنين خصوصا الناس المضطرة تنزل في فترة الظهيرة؟ بالفعل احنا مستمرين في ارتفاع درجات الحراره، ويمكن اليوم درجات الحراره ترتفع عن الامس، المتوقع ان هي تكون 37 درجه مئويه، يعني بارتفاع عن الامس بحوالي درجه الى درجتين. اجواء شديده الحراره خلال فتره النهار على اغلب مناطق الجمهوريه بما فيهم طبعا القاهره الكبرى، محافظات الوجه البحري، محافظات جنوب البلاد، شمال وجنوب الصعيد. الاجواء تبقى حاره خلال فتره النهار على سواحلنا الشماليه، ده طبعا بسبب زياده فترات سطوع اشعه الشمس تاثرنا بالكتل الهوائيه الجنوبيه القادمه من صحراء شبه الجزيره العربيه. خلال فترات الليل مع غياب اشعه الشمس الاجواء تكون معتدله على اغلب مناطق الجمهوريه. خلال فترات الليل بدانا نحس بارتفاع طفيف في نسب الرطوبه، وده اللي بيخلينا نحس اكثر بارتفاعات درجات الحراره. متوقع ذروه ارتفاعات درجات الحراره تكون غدا الاثنين ان شاء الله، وتكون العظمى على القاهره الكبرى 38 درجه مئويه. فطبعا الاجواء تستمر معنا اجواء شديده الحراره غدا وبعد غدا ان شاء الله، يعني هيكون في انخفاض طفيف في درجات الحراره من يوم الثلاث، وتكون العظمى على القاهره الكبرى ما بين ال 36 وال 35 درجه. يعني الاجواء هتظل اجواء حاره فتره النهار، لطيفه خلال فترات الليل، يعني بصفه عامه في ارتفاعات في درجات الحراره اعلى من المعدلات الطبيعيه اللي احنا دايما متعودين عليها في مثل هذا الوقت من العام. عشان كده هننصح كل الساده المشاهدين ان نتجنب التعرض المباشر لاشعه الشمس، خاصه فتره الظهيره من الساعه 12 الظهر للساعه 3 العصر، الفتره دي اللي بنسجل فيها اعلى درجه حراره على مدار اليوم. فبقدر الامكان نتجنب التعرض المباشر لاشعه الشمس، يعني تناول كميه كافيه من المرطبات والسوائل، دايما تبقى ازازه الميه في ايديا، لو انا مضطر ابقى موجود في الشارع يبقى دايما معايا غطاء للراس، شمسيه او كاب. بالاضافه كمان طبعا لازم المتابعه الجيده للنشرات الجويه، لان احنا لسه في فصل الربيع اللي دايما معروف بتقلبات الجويه الحاده والسريعه. شكرا يا دكتور. مشاهدينا كانت معانا دكتور منار غانم عضو المركز الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه. دلوقتي خلونا نتعرف مع حضراتكم على درجات الحراره، والبدايه كالعاده هتكون من القاهره اللي سجلت 37 والصغرى بتسجل 23، الاسكندريه العظمى 32 والصغرى 21، مرسى مطروح العظمى 33 والصغرى بتسجل 20، سيوه العظمى 40 والصغرى 21، بورسعيد العظمى 31 والصغرى 21، دمياط العظمى 29 والصغرى بتسجل 20، الإسماعيلية العظمى 38 والصغرى 22، السويس العظمى 37 والصغرى بتسجل 22. هنروح للعريش العظمى فيها بتسجل 32 والصغرى 20، طابا العظمى 35 والصغرى 21، سانت كاترين العظمى 31 والصغرى 14، شرم الشيخ العظمى 37 والصغرى 26، الغردقة كمان بتسجل 37 والصغرى بتسجل 26، الفيوم العظمى 38 والصغرى 23، بني سويف العظمى كمان 38 والصغرى بتسجل 23، المنيا العظمى فيها 38 والصغرى بتسجل 24. هنروح لأسيوط العظمى فيها 39 والصغرى 23، سوهاج العظمى 40 والصغرى 24، قنا العظمى كمان بتسجل 40 والصغرى بتسجل 25، الأقصر العظمى 41 والصغرى 25، أسوان بتسجل أعلى عظمى النهارده وهي 42 والصغرى بتسجل 26، الوادي الجديد العظمى 40 والصغرى 25، شلاتين العظمى 35 والصغرى 25، واخيرا حلايب العظمى 32 والصغرى بتسجل 26. دي كانت فقرتنا الجويه مشاهدينا. دلوقتي هنرجع لاحمد وبسنت عشان يكملوا بقيه فقرات صباح الخير يا مصر. اليكم شكرا ليكي ليندا، والشكر موصول طبعا لضيفتك دكتوره منار غانم. الطبولة عامة بتعتبر من الآلات التراثية، لأن تاريخها بيرجع لأكتر من حوالي 5000 سنة قبل الميلاد. امبارح كان ختام المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية في دورته التاسعة بمسرح بئر يوسف بالقلعة، وأقيم تحت شعار حوار الطبول من أجل السلام. الحقيقة أن الدورة دي شهدت مشاركات متميزة جدا من 43 فرقة من عدد من الدول، وقدموا خلال مشاركتهم حوار فني بديع بيجمع بين كل ثقافات الشعوب. خلونا نشوف ازاي في التقرير اللي جاي. رسالة سلام انطلقت من خلال دقات الطبول للفرق المشاركة في المهرجان، اللي تميزت بالإبداع والتفاعل القوي مع الجمهور على أكثر من مسرح من المسارح اللي استضافت الفعاليات. وعشان كده إدارة المهرجان حرصت على إرسال رسالة محبة بتكريمهم خلال حفل الختام على مسرح بئر يوسف بقلعة صلاح الدين، ووجهوا رسالة شكر ومحبة لمصر على استضافتها ورعايتها للمهرجان. سعيد باللي حصل النهارده، إن إحنا قدمنا رسالة للعالم بكشافات الموبايلات اغنيه السلام بتاعت المهرجان. عاوز اقول لك احنا كنا عملناها في شارع المعز، كان حوالي 4000 شخص، وكالات الانباء العالميه الحقيقه كانت سعيده وقالت ان لقطه ومشهد اسطوري، وقالت لي ان لازم ده يتعمل في الختام في قلعه صلاح الدين، وعملناه بالفعل. النهارده انا اسست لكورال الجماهير، هذا الكورال العظيم، جماهير عاوزه تغني، جماهير جميله اصواتها جميله، بتعاون مع الموسيقات العسكريه ان احنا نغني اغاني في حب الوطن. والحقيقه كان التحام جميل جدا بين كورال اللي انا اطلقت عليه كورال الجماهير مع الموسيقات العسكريه في اغاني في حب مصر. إقبال جماهيري غير عادي. كل فعاليات المهرجان 5000 في كل مكان كل يوم في المتابعة، سواء سور شارع المعز أو قلعة صلاح الدين أو كل الأماكن اللي اتعرض فيها المهرجان، 5 أماكن عندنا. الحمد لله الإقبال الجماهيري زي ما حضرتك شايف دورة موفقة بكل المقاييس الحمد لله. هو حدث يصب في خانة السلام، حيث أن السلام هو دعوة إنسانية كبيرة جدا. نحن نهنئ الشعب المصري والحكومة المصرية بإقامة هذا الحدث الكبير جدا، ونشد من أزرهم ونشارك بالجالية السودانية والبعثة الدبلوماسية السودانية، وشرفنا ذلك جدا جدا بأن نكون وجود في هذا الحدث الراقي الممتاز التي عودتنا جمهورية مصر العربية الرائدة في هذا المجال نيابة عن كل الأمة العربية والأفريقية. أنا شايف إن المهرجان فوق ما كنت أتوقع من الجمال والإبداع والتنسيق والتنظيم وحسن الإدارة. بشكر كل القائمين على هذا العمل الضخم، الصرح الجميل اللي هو بيجمع شعوب كتيرة جدا جدا على نغمة وسلم موسيقي واحد متقارب. كلنا متعرفين على بعضينا بشكل جميل، كلنا بنشوف حاجات ما شفناهاش قبل كده، حابين ان احنا نتفرج على الحاجات دي وتكون شكل دائم لرفع مستوى الثقافة بشكل عام في مجتمعنا المصري والعربي. مشاركتنا طبعا اليوم تأتي لعكس التراث الأردني وتقديم خلينا نحكي الفن الأردني، وأيضا سعيدين جدا في هذه المشاركة لأنه تأتي ضمن إطار تكريم الفنان إرث الفنان عبده موسى، وهذا طبعا يعني لنا الكثير. رأيي بالمهرجان مهرجان رائع لأنه يقدم رسالة رائعة ونبيلة، مفادها أنه على الرغم من جميع الاختلافات الموجودة قادرين على تقديم رسالة واحدة، وهي التناغم والوحدة من خلال قرع الطبول وتقديم الأهازيج والأغاني والموسيقى. طبعا بالنسبه لنا حاجه مشرفه جدا، حاجه زي كده بتتعمل على ارض مصريه، وشرف لينا ان احنا لاول سنه نكون حاضرين المهرجان ده طبعا بقياده الفنان الكبير طبعا العظيم انتصار عبد الفتاح. قدمنا عرض والنهارده هنقدم عرض تاني ويا رب يعجبكم ان شاء الله. ان احنا مشاركتنا رقم 9 في هذا السته في هذا المحفل رقم 9، شاركنا في اكثر من 19 مهرجان في مصر لعامل التاريخ والجغرافيا بين مصر والسودان. استفدنا جدا من هذه الاجواء الايجابيه، من الصوت، من الاضاءه، من المسرح، من الاخراج، من كله استفدنا استفاده كبيره جدا. لذلك بنحرص ان نكون دائما في هذا المهرجان في هذا المحفل الكبير. والله حاجه ياسر حلوه وياسر قويه، تلم الثقافات الكل، تلم برشا بلدان في مهرجان الطبول، معناه شعاره يعبر عن السلام والاتحاد الدولي في العالم يعني، وتبادل الثقافات من موسيقى ولبس وغناء، وان شاء الله هنشرف تونس مره اخرى، هنعاود نرجع لمصر ان شاء الله، وفي دوره ان شاء الله في العالم هندورها. احنا فرقه مصريه بنتمرن في المركز الثقافي الهندي بقالنا اكتر من 7 سنين، ودلوقتي احنا اول سنه نقدم في المهرجان ده، وان شاء الله مش هكون اخر سنه. مهرجان انا 2 مرة جاي، جميل جدا، يا ريت والله كله دوله جاي. دي مهرجان ده انترناشونال دولي جميل جدا جدا جدا، يا ريت والله انا جاي نفسي جاي تاني. أما الجمهور فكان سر نجاح المهرجان من خلال الإقبال الكبير اللي شفناه على مدار أيام المهرجان. الجمهور كان بيجي كل يوم في كل أماكن الفعاليات على اختلاف فئاتهم وأعمارهم، وبيتمنوا استمرار الفعاليات الثقافية والفنية على مدار العام. الفرق كلها تحفة تحفة، وفرقة رضا كانت متألقة قوي، فرقة طبلة الست، الواحد فخور بصراحة. طبعا أخذت انطباع إيجابي جدا من يعني فهم الثقافات الأخرى، مثلا في الجانب الفني والإيقاعي، وفي مزيج غير عادي هنا، كأنها لوحة فنية كبيرة، واعتبرها مهرجان عالمي بالنسبة لي واستمتعت جدا. هو بصراحة هو حاجة كويسة جدا مشرفة لمصر، وبندعو للسلام والله وتنظيم حلو. والله هو منتدى ثقافي جميل جدا، والحمد لله يعني جامع جميع الشعوب عندنا الحمد لله، وربنا يتمها على خير ان شاء الله. المهرجان جميل جدا وفرصه الشعوب تتقارب، والشعار اللي عجبنا قوي اللي هو حوار الطبول من اجل السلام، دي في حد ذاتها حاجه جميله جدا. طبعا مصر ام الدنيا وفيها ثقافات عظيمه وكبيره، ونحن طبعا اليمنيين نعتبر بلدنا الثاني، ونحب نجي دائما مصر للسياحة، وكمان نتعرف على الحضارات المصرية، وما شاء الله تبارك الله يعني مهرجانات ممتازة، ونتعرف على ثقافات حلوة وجميلة. المهرجان ما شاء الله حلو قوي بصراحة، أنا عجبني جدا، أنا مبسوطة قوي المهرجان الحلو ده، والمهرجان عجبني جدا. ومع نهاية فعاليات مهرجان الطبول في نسخته التاسعة، نقدر نقول إن أبرز ملامح النسخة دي تلخصت في شعار السلام وعودة المهرجان لشارع المعز وعدد من الأماكن التاريخية، وكمان زيادة الفرق المشاركة، وبكده نقدر نقول إن مهرجان الطبول بيؤكد إن مصر قبلة السلام وبلد الأمن والأمان. محمود جميل، صباح الخير يا مصر. قم وخذ الصبي وأمه واهرب إلى مصر، يمكن دي كانت وصية الكتاب المقدس لرحلة العائلة المقدسة اللي كانت بسببها يعني تباركت أرض مصر بمسار العائلة المقدسة على أرض مصر. امبارح كان في حدث، الحدث ده هو حدث مهم في محافظة البحيرة تحديدا، وهو افتتاح مسار العائلة المقدسة بوادي النطرون، وده بعد تطويره ورفع كفاءة المنطقة ككل المحيطة به علشان يكون في أفضل مظهر تراثي وجمالي أيضا يليق بمسار العائلة المقدسة، ويكون مؤهل إن هو يستقبل الوفود السياحية من كل دول العالم. تعالوا نشوف التقرير التالي. احنا بمجرد سياده الرئيس ما ادانا الدور الاخضر ان احنا نبدا فعلا في مسار العائله المقدسه، حددنا المحافظات ال8 اللي تم فعلا ان العائله المقدسه زارتهم واستمرت فيها لوقت طويل، مش مجرد المرور فقط. احنا دلوقتي انتهينا تماما من 3 محافظات تقريبا، وان شاء الله في خلال الشهر القادم ان شاء الله ننتهي من محافظتين ومحافظه القاهره بالاضافه ان شاء الله. فاحنا احنا يمكن كنا نسعد ان احنا نفتحها في 1/6 مع بدايه دخول العائله المقدسه، لكن احنا ان شاء الله شغالين، وباذن الله تعالى خلال الايام القادمه ان شاء الله تم. احنا عارفين العائله المقدسه استمرت فيها حوالي طول 3500 كيلو متر، ولكن الاستقرار كان في محافظات معينه. احنا اولا في العمل ده كله عمل تم بالتنسيق الكامل بيننا وبين وزاره السياحه، مع سواء خبراء فنيين في الترميم، مع البنيه التحتيه الموجوده. محافظه البحيره باعتبار ان هي من اكبر الاديره واقدمها الموجوده حاليا عندنا في خط المسار، وازاي التكلفه اللي تمت سواء من البنيه التحتيه او من خلال تجهيز المكان انه يصبح كده. وطبعا احنا يعني طلبنا من الساده المستثمرين اللي يبقى فيه اللي عايز يستثمر في مجال في بعض النقاط معينه او في النقاط كلها اللي ممكن تبقى في راحه للزوار. واحنا فعلا في يعني احنا سمعنا ان في بعض الشركات بره في اوروبا جهزتنا فعلا تعمل رحلات رحلات العائله المقدسه، ولكن ان شاء الله لما يعلن سياده الرئيس الافتتاح الكامل باذن الله هيكون ان شاء الله اعلان كامل لخط المسار باذن الله تعالى. النهارده احنا كنقطه من النقط اللي موجوده داخل محافظات الجمهوريه احنا خلصنا، اتت يعني زياره معالي وزير السياحه ووزير التنميه، وان شاء الله كل حاجه هتبقى موجوده. بس لازم خلاص الدوله عملت البنيه التحتيه، اكيد يبقى في مجال الاستثمار في المخيمات والمناطق اللي هتبقى تخدم الكلام ده. وبالفعل المحافظه عملت استثمار مع احد الشركات وعمل منطقه سياحيه قريبه جدا من المسار في وسط البلد في وادي النطرون، وبيستكمل اجراءاته. مشروع قومي عظيم جدا، وكمان بضيف له المشروع الثاني في سينا، وهو مشروع التجلي الأعظم اللي سيادة الرئيس برضه مهتم بيه. كلها مشروعات تاريخية، دينية، روحية، ثقافية، قومية، ترضي الكل وتفرح قلب الكل وتجذب سياحة من كل العالم إلى جانب السياحة الداخلية. شيء عظيم جدا، وأفكار نيرة وأفكار متقدمة ومتطورة، نرجو لها النجاح كلها. وكفاية أن ربنا اختار مصر من كل دول العالم تلجأ لها العادة المقدسة عشان تظهر أن مصر دي هي بلد الأمن والأمان منذ قديم الزمان. بكرة إن شاء الله هيكون اللقاء اللي كل جماهير الأهلي منتظراه، وهو نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي. وزي ما بيكون في مباراة بين الفريقين في الملعب، بيكون في مباراة فنية بين المدربين. تعالوا نشوف الأرقام والتاريخ والخبرة اللي بترجح كفة بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق النادي الأهلي على وليد الركراكي مدرب الوداد المغربي. المباراة النهائية اللي هتجمع ما بين الأهلي والوداد في دوري أبطال إفريقيا متصدرة المشهد الكروي في القارة السمراء، ومنصات التواصل الاجتماعي بتتكلم عن خبرة بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق النادي الأهلي في التعامل مع المباريات الإفريقية، واللي هتحسم المواجهة مع وليد الركراكي مدرب الوداد المغربي. لو بصينا على تاريخ موسيماني هنلاقي إنه فاز بثلاث بطولات لدوري أبطال إفريقيا، مع صن داونز الإفريقي في 2016 ومع الأهلي في 2020 و2021. وهنا موسيماني لو قدر يحقق اللقب مع الأهلي اسمه هيتكتب بالذهب في تاريخ كرة القدم الإفريقية. أما بقى وليد الركراكي المدير الفني لفريق الوداد فبدأ رحلته التدريبية مع مجموعة من الأندية المغربية زي الفتح الرباطي وكمان الدحيل القطري. وعلى مستوى البطولات كمدير فني فحصل على الثلاث بطولات بتتويجه المحلي مع الفتح الرباطي بالدوري والكأس، وحصوله على الدوري القطري مع الدحيل. ودلوقتي عايش مسيرة جيدة مع الوداد بوصوله لنهائي دوري أبطال إفريقيا. زي ما شفنا في التقرير ويعني النتيجه بقى اللي دايما بتكون على الارض ان موسيماني دايما بيكون مذاكر افريقيا اكتر من الدوري، فطبعا بنتمنى التوفيق للشياطين الحمر وان شاء الله يرجعوا بالبطوله رقم 11. دلوقتي مشاهدينا خلونا نروح لموجز لاهم الانباء مع ليندا عبد اللطيف، موجز الثامنه. اتفضل يا ليندا. شكرا احمد. الثامنه بتوقيت القاهره، السادسه بتوقيت جرينتش، موجز والاخبار من التلفزيون المصري. اهلا بكم. أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن التقدير البالغ لمسيرة التعاون بين مصر وشركة سيمنز والخبرة الألمانية في مجال الصناعة بوجه عام لما تتسم به من جودة ودقة وانضباط. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي الرئيس التنفيذي لشركة سيمنز الألمانية رولاند بوش. وأكد الرئيس السيسي أن شبكة خطوط القطارات الكهربائية الجديدة تأتي ترسيخا للتعاون المثمر بين البلدين في مجال البنية الأساسية، وستمثل إضافة كبيرة لمنظومة وسائل النقل في مصر سواء لحركة الأفراد أو تسهيل التجارة، كما ستعزز من استراتيجية الدولة لإقامة أنظمة نقل مستدامة ومتطورة على مستوى الجمهورية. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهد مراسم التوقيع على التعاقد مع شركة سيمنز العالمية لإنشاء منظومة متكاملة للقطار الكهربائي السريع في مصر. وأكد متحدث الرئاسة أن رئيس مجلس إدارة شركة سيمنز العالمية أعرب عن اعتزازه واعتزاز الشركة بالتعاون المثمر مع مصر في المجالات التنموية. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن كتلة الشباب تمثل طاقة إيجابية هائلة يتعين العمل على تعظيم الإمكانات والقدرات العربية المشتركة لحسن استخدامها واستثمارها ولتحصين عقول الشباب العربي ضد الأيديولوجيات المتطرفة. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي وزراء الشباب والرياضة العرب. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي اقترح إطلاق عام 2023 عاما للشباب العربي. وشدد الرئيس السيسي على أهمية توعية الشباب العربي بالانخراط في مجالات التحول الرقمي والبرمجيات والتقدم التكنولوجي المتسارع والتي تؤثر بشكل كبير على مستقبل فرص العمل. أعلنت الأمم المتحدة عن توافق مبدئي بين الحكومة اليمنية وقوات الحوثي حول اقتراح لإعادة فتح الطرق والمعابر بشكل تدريجي في مدينة تعز ومحافظات أخرى بموجب اتفاق الهدنة المعلنة برعاية أممية. وفي ختام جولة أولية من محادثات مباشرة بين الطرفين، قال مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ إن الاقتراح الذي يقضي بإعادة فتح الطرق بشكل تدريجي تضمن آلية للتنفيذ وضمانات لسلامة المدنيين بناء على الخيارات التي طرحت من قبل الطرفين، داعيا وفدي الطرفين إلى اختتام مداولاتهم بشكل عاجل وتحقيق نتائج إيجابية يلمسها الشعب اليمني. قالت وزارة الدفاع الروسية إن مجموعات أوكرانية تخطط لقصف منطقة حدودية في روسيا من منطقة سكنية في مدينة سومي شمال شرق أوكرانيا واستفزاز الوحدات الروسية للرد. وأوضح رئيس مركز مراقبة الدفاع الروسي ميخائيل ميزنستاف أن هناك معلومات تفيد بأن مقاتلي بعض الكتائب الأوكرانية يستعدون لما وصفه باستفزاز باستخدام مواد سامة في مدينة سومي، كما يخططون لتفجير حاويات تحوي مواد كيميائية من أجل اتهام القوات الروسية باستخدام أسلحة كيميائية على حد قولها. وحذر الغرب والأمم المتحدة من أن كييف تخطط لنشر أخبار كاذبة على نطاق واسع. أعلنت الولايات المتحدة أن دولا من جميع أنحاء العالم وافقت على تعديل دولي بقيادة واشنطن للقواعد المتعلقة بتفشي الأمراض التي تعرف باسم اللوائح الصحية الدولية. وتمت الموافقة على هذه التعديلات خلال اجتماع لبحث تعزيز دور منظمة الصحة العالمية بعد نحو 15 مليون حالة وفاة خلال جائحة كورونا. وتمثل التعديلات التي سعت إليها واشنطن وبدعم من دول أخرى مثل اليابان والاتحاد الأوروبي خطوة أولى في إصلاح أوسع للوائح الصحة العالمية يحدد الالتزامات القانونية للبلدان بشأن تفشي الأمراض، ومن المتوقع أن يستغرق ما يصل إلى عامين. لقي 34 شخصا على الأقل مصرعهم بسبب الأمطار الغزيرة التي شهدتها إحدى الولايات الواقعة شمال شرق البرازيل. وقال الدفاع المدني البرازيلي إن الحصيلة الأكبر للضحايا سجلت في ساعات الصباح الأولى من جراء انزلاقات أتربة كبرى. وتسببت الأمطار الغزيرة بنزوح نحو 1000 شخص بسبب الفيضانات والانزلاقات الأرضية. وأعرب الرئيس جاير بولسونارو عن حزنه وتضامنه مع الضحايا، مؤكدا أن حكومته ستبذل قصارى جهدها للتخفيف من المعاناة. أما رياضيا فتوج فريق ريال مدريد الإسباني بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة 14 في تاريخه بعد فوزه المثير على فريق ليفربول الإنجليزي بهدف دون رد في المباراة النهائية التي جمعتهما بالعاصمة الفرنسية باريس. وسجل هدف ريال مدريد واللقاء الوحيد لاعبه البرازيلي فينيسيوس جونيور في الدقيقة 59 ليقود الفريق الملكي لإحراز لقبه الأوروبي المفضل. نهاية موجز الثامنة، نعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. برحب بحضراتكم مرة تانية من بعد الفاصل. في الحقيقة لما بنلاقي شاب مصري في بداية حياته بيتم اختياره كعضو في برلمان الشباب النمساوي وكمان عضو في البرلمان الأوروبي، لازم نفرح ونبقى فخورين قوي بالمصريين الموجودين في الخارج اللي قدروا ان هم ينجحوا في اي مكان في العالم. النهارده معانا اصغر مصري في برلمان الشباب النمساوي، ميسره محمود مقلد، اللي بينضم لينا عبر تطبيق الزوم. صباح الخير عليك. صباح النور. يعني انا في الحقيقه ما كنتش متخيلك صغير قوي كده. يعني 17 سنه يعني هضمه. طيب يعني اول حاجه انا عايزه اقول لك مبروك، احنا فخورين جدا بيك، حاجه كبيره جدا وحاجه فخر لينا كلنا كمصريين، بالذات ان انت سنك صغير جدا. حابه اعرف منك يعني انضمامك لبرلمان الشباب النمساوي والبرلمان الاوروبي جه ازاي، حصل ازاي يعني، وكواليس كده بتاعته. يعني انا بقيت في سنه 2020 شخصيه العام 2020 في النمسا، وعشان كده خدت الفرصه اللي اشتغل في رئاسه الوزراء هنا في النمسا مع الرئيس الوزراء. وفي الشهر اللي انا اشتغلته هم شافوا شغلي وقالوا والله الشغل كان حلو، عجبوهم يعني، وعشان كده خدت دعوه على البرلمان الشباب اللي اتعمل دلوقتي يعني اول سنه في النمسا. وفي البرلمان كنا قاعدين بقى وكده، الفرصه جت اللي من رئاسه الوزراء والرئيس الوزراء اللي قالوا لي ده كان شغله حلو دخلوه. طب ميسره انت بتدرس ايه اصلا؟ انا لسه في المدرسه، لسه في الثانوي. طيب يعني في ثانيه ثانوي. البرلمان الاوروبي كمان هو واحد من 3 هيئات بتمثل السلطه التشريعيه في الاتحاد الاوروبي، حاجه كبيره جدا. هل ده كان حلمك اصلا من الاول؟ حلمي طبعا في السن الصغير حاجه حلوه، عشان لما حلمي ابقى نقول حاجه زي وزير او حاجه زي يعني في البوليتيك في السياسه، ده تبقى واي حلو، هيبقى ماشيه حلوه كده بالبرلمان الشباب. وعشان كده دلوقتي الشغل بيعجبني هناك، عشان بعرف اعرف السياسه احسن واعرف بيشتغلوا ازاي والموضوع ايه من اصله، عشان اقرر بقى عايز ادخل السياسه ما عايز كده. عشان كده. طب انت يعني دلوقتي بعد ما يعني بقيت عضو في البرلمان النمساوي والاتحاد الاوروبي، حابب ان انت تكمل سياسه بعد كده؟ انا تقريبا هكمل سياسه بعد كده، عشان انا مش عارف ايه اللي لقيته في السياسه من سنه 2020، بس حاجه اللي وريت لي اللي بالسياسه كلنا مع بعض هنعرف نغير وهنعرف صح نحقق اللي احنا عايزينه في بلدنا، وعشان كده السياسه حلوه قوي. تطمح لايه بقى تغيره؟ يعني ايه اللي انت عايز تغيره؟ يعني الواي اللي احنا ماشيينه دلوقتي بالذات برضو بالكلايمات وبالسيفتي هنا في النمسا، برضو لازم نغيره. اللي احنا في كوكب دلوقتي الكلايمات تشينج هيدخل علينا كتير لما احنا دلوقتي ما نغيرش حاجه، وعشان كده لازم اول حاجه نشتغل في كده، تاني حاجه نشتغل طبعا في السيفتي في الانفراستراكشر في كل موضوع البنيه التحتيه لازم نشتغل فيه. والشباب بقى عندهم نصاحه صاحيه ونصاحه لسه صغيره، عشان كده دي لما الادهات كلها تتجمع في بول واحد نعرف نغير حاجات كثيره. طيب عايزه اسالك بقى، يعني هل حصولك او ان انت خدت شخصيه العام في النمسا سنه 2020 كانت سبب في اختيارك للانضمام للبرلمان الشباب النمساوي؟ مع عشان بقيت شخصيه العام 2020 خدت الفرصه اشتغل في رئاسه الوزراء، وفي رئاسه الوزراء عرفوني بقى ده ميسره اللي بيشتغل في رئاسه الوزراء كان بيتكلم حلو وشغله حلو وبيعرف يعني ايه يتكلم، والسياسه تقريبا حاجه اللي هو بتعجبه، عشان كده بعتوا لي الدوعه. انا عاجبني العربي بتاعك قوي كمان، يعني بتتكلم عربي حلو قوي. بنتكلم في عربي في البيت بس حلو، يعني حلو قوي. طب ميسره شايف ان الشباب قادر ان هو يتولى او ان هو يمسك مناصب زي دي، ولا شايف انه لا، يعني حلو ان الانسان يبقى عنده خبره اكتر؟ يعني هي فرصه حلوه للشباب اللي هم برضو واللي احنا كلنا الشباب يعني نبص ونعرف ناخد نصاحه من كده، ونعرف نشوف ونلاقي الحاجات دي بالظبط قدامنا. ويعني البروجرام بتاع البرلمان الشباب هيبقى برضه اللي ندخل البرلمان ونتفرج وزي ما هم قاعدين في البرلمان بيعملوا ايه بالظبط. يعني بالنسبه لي انا حاجه اللي في كل دوله ممكن تتعمل عشان الشباب كده. اول حاجه بتحس زي ما يكون حد سمعهم وحد عايز يسمعهم، وتاني حاجه برضه بناخد نصايح وبنتعلم. طيب تقول ايه بقى للشباب اللي بيتفرجوا عليك دلوقتي من مصر وعايزين يحققوا حلمهم مش عارفين يبتدوا منين؟ يعني حابه ان انت تديهم كده موتيفيشنال سبيتش سريعه. هي الموتيفيشنال سبيتش اللي انا اعرف اقولها اللي ما تعملكمش لنفسكم ستريس، يعني الحاجات مش لازم تيجي بكره، اشتغلوا زي ما انتوا بتعجبكم زي ما انتوا بتحبوا، وهتيجي الفرصه هتيجي يعني 100% اقول لكم دلوقتي. بس اشتغلوا لغايه ما الفرصه تيجي. لما صح عايزين تعملوا الموضوع تدخلوا السياسه، اشتغلوا. حلو قوي. طب ولو عايز تديهم نصيحه ثانيه، انت كنت بتقول ان انت عايز تغير الكلايمت تشينج او المناخ، ومصر مهتمه جدا بموضوع التغيير المناخي. يعني حتى احنا هنستضيف كوب 27 هنا في مصر عندنا في نوفمبر الجاي في شرم الشيخ. ايه النصايح اللي ممكن تديها للشباب عشان يهتموا بالموضوع ده؟ النصايح اللي انا ممكن اديلها، اللي انا اقول الكلايمت تشينج بالذات في الموضوع ده، يعني احنا الشباب اللي لسه سننا صغير بعد 50 سنه هتبقى مشكلتنا احنا بقى لازم هنشتغل، يعني احنا اللي هنعيش احنا وعيالنا اللي هنعيش في المرحله اللي الكلايمت تشينج هيموت ناس كتيره وهيبقى كسرت يعني اماكن من الكوكب. عشان كده دلوقتي لازم نشتغل عشان ما نقولش بعد 50 سنه يا ريتنا كنا من قبل 50 سنه فكرنا. طب ميسره، انت عندك 17 سنه، يعني حسيت المشكله دي قوي ازاي؟ يعني اهتميت قوي بمشكله المناخ ليه؟ يعني هي مش بس المناخ اللي انا بشتغل فيها، بس يعني في الوقت زي ده كله بيتكلم عن مناخه، بتفهم كتير وبتتعلم كتير منه، بس من اللي بتسمعه من السوشيال ميديا ومن جميع كفاله يعني. وعشان كده يعني من جنبي كده سمعت كتير من الكلايمت تشينج، وبرضه قريت انا كتير عنه، وعشان كده عرفت بقى وقلت صح لازم نعمل حاجه ضد. طب احنا عايزين نستغل وجودك معانا دلوقتي، لو عندك فكره مثلا ينفع نستغلها في مؤتمر المناخ اللي مصر هتعقده في نوفمبر الجاي تقولها لنا. فكره من عند الكلايمت تشينج، خليني افكر ثانيه. اتفضل. العربيات CO2 فيها يعني البنزين، يعني يتغير في كل الدوله البنزين على الالكترو. دي ممكن تبقى حاجه حلوه، اللي طبعا صعب في بلد زي مصر اللي 100 مليون وعربيات كتيره جدا وكله غير دلوقتي، حاجه صعبه. بس على الاقل الناس اللي تعرف تغير العربيه، اللي عندها الفلوس تغير العربيه، تغيرها على الكترو انجن. وغير كده حاجه، هم حاجات سيمبل زي لما تلاقي حاجه على الارض ما تخليهاش تقعد على الارض، تحطها في الباسكت، او لما تلاقي مش عارف ايه رايح دلوقتي 20 كيلو على اي حته، ما تروحش بالعربيه، خد القطر، خد حاجه كده. يعني الحاجات الصغيره لو كله يعملها هتغير حاجات كتيره جدا. طيب هل انت بتتواصل مع شباب تانيين مصريين عندك في النمسا يا ميسره؟ طبعا، ما انا سفير اتكلم عربي في النمسا، لازم اتواصل مع المصريين هنا في النمسا، وعندي كونتاكت كتير وكونتاكت كلوز معاهم طبعا، مقرب. تفكيرهم عن مصر ازاي؟ يعني عارفين ايه عن مصر؟ شايفين مصر ازاي؟ بيتواصلوا مع مصريين؟ في مصريين هنا في النمسا اللي طبعا ما بيعرفوش من مصر وبياخدوا رأي بسرعة من غير ما يعرفوا الأول، وفي ناس برضو الأب والأم بيعلموا وبيوروا لهم مصر، وهم بقى زي كشبايت، يعني في ناس كده وفي ناس كده، بس كلهم لازم يبقوا يدعموا البروجرامز عشان هم يعرفوا مصر أكتر. بس اللي أنا عارفه اللي كلهم بيحبوا مصر طبعا. حلو قوي. مصر دي حاجة مش بلد بس. طب ميسرة دورك انت بقى كسفير ازاي؟ يعني انت عندك علاقات حلوه قوي ما بين الشباب النمساوي والشباب المصري اللي عايش في النمسا، بتوصلوا ازاي الصوره عن مصر؟ يعني انتوا هناك سفراء لينا هنا احنا كمصريين، فبتوصلوا ازاي الصوره عنا؟ يعني انا الاوفكار بتاعتي، يعني الورك اللي انا بعمله، عايز ما سفير اتكلم عربي. لما انا في مصر الوزيره نبيله مكرم كانت بتعمل لي بروجرامز عشان اشوف مصر كلها وحاجات جديده، اماكن الجديده اللي بتتعمل، عشان الانفورميشن دي اخدها واوديها النمسا. وفي النمسا انا بقى بتكلم عليها مع اصحابي المصريين، مع اصحابي النمساويين اللي مش بيصدقوا، بيقولوا صح مصر عملت كده، صح كده، صح الفاتش طلع على الدرجه دي. وبقى بتكلم مع اصحابي المصريين، ودول بيفهموا من الموضوع ده وبيتكلموا برضه. يعني كده هو بتشتغل كده الموضوع، الواحد يتكلم بعد كده التاني. وطبعا منهم هم لما هم راحوا مصر وجموا يقولوا برضه مصر دي جميله، وشفنا وشفنا وشفنا. دي اهم حاجه التوريزم، اللي نقول احنا شفنا الاماكن دي وشفنا الاماكن دي عشان الناس تعرف ده. بمناسبه التوريزم او السياحه، انت كنت موجود في مصر قريب صح؟ بالظبط. ايه التغييرات اللي انت شفتها؟ تغييرات كبيرة جدا. كنا احنا في المدينة الجديدة، كنا في الجلالة، اتفرجنا على اليونيفرسيتي، اتفرجنا على السيتي اللي اتعملت من اول وجديد، مدينة الجلالة والجامعة هناك. بس بالظبط. وبس ما رحناش بس الاماكن الكبيرة واللي حلوة ومش عارف ايه، لا رحنا برضه الاماكن اللي دلوقتي مبادرة الرئيس بتشتغل عليها، حياة كريمة. ورحنا الأماكن اللي هم بيشتغلوا فيها دلوقتي، وبرضه السلامس، يعني الناس اللي ما عندهاش فلوس كتيرة بتساعدهم إزاي، والمساعدة شغالة إزاي دلوقتي. يعني رحنا جميع مكان، الهاي سوسايتي واللو سوسايتي وكل. حلو قوي. يعني أنت شفت مبادرة حياة كريمة، شفتها إزاي؟ طبعًا من من ساعة الوزيرة، هي ورتها لي وهي بعتتها لي وودتني على الأماكن بتاعتها. مهمة قد إيه المبادرة دي في وجهة نظرك؟ يعني إنه بندخل لقرى، يمكن زي ما أنت قلت القرى الفقيرة شوية بيساعدوها والحكومة عايزة تحسن منها. رأيك إيه في حاجة أنت شفتها على أرض الواقع؟ أنا رأيي جامد جدا لحياة كريمة. أنا بحب حياة كريمة عشان إيه؟ عشان حياة كريمة مش بتبص بس على الناس اللي عندها فلوس، بتبص على كل الناس اللي محتاجه مساعده. وانا بقى عشان برضو المساعده اللي كنت بعملها في 2020 دي حاجه بتخليني افرح، عشان انا بحب لما اشوف اللي حد صاحبي ساعد واللي الدوله كلها تساعد. دي حتى بقى حاجه بتفرح. مش كده؟ كمل، انا سامعاك. يعني رايي جميل جدا طبعا، كان حاجه كريمه. حلو قوي. بنشكرك يا ميسره، واحنا فخورين جدا بيك ومبسوطين جدا بكل حاجه انت وصلت لها في سن صغير. انا كنت حاسه وانا بكلمك ان انا بكلم حد كبير جدا، لكن انت كبير مقاما فعلا وبكل حاجه انت عملتها. كل الشكر ليك يا ميسره. ميسره مقلد، عضو برلمان الشباب النمساوي. في معرض لوحات تشكيلية فريد من نوعه بيجمع بين لوحات الفنان منير اسكندر عمره 96 سنة والفنانة لينا أسامة عمرها 36 سنة. اللوحات دي بتحكي عن ماضي فنان ومستقبل فنانة أخرى. فكرة إن واحد في السن ده لسه بيعمل معارض وبيرسم، ده في حد ذاته حاجة مهمة جدا. تعالوا نشوف التجربة دي كانت عاملة إزاي وكواليسها إيه في التقرير اللي جاي. أنا مواليد أولاً أسيوط، عشت هناك كتير، اتأثرت قوي بالجو الموجود، بالريف، بخالاتي لفلاحات يعني. بعد كده جيت مصر مع العيلة ودخلت الفنون الجميلة، اتخرجت سنة 52. تتلمست بقى على رواد الفن في مصر، يوسف كامل، أحمد صبري، راغب عياد، بيكار. الحقيقة كان مدرسة جامدة جدا وأنا تأثرت بيها وتعلمت كويس قوي في. طبعا أنا كان عندي استعداد إن هو عشان تخش الفنون الجميلة بيعملوا امتحان قدرات يعني. فالحمد لله أنا نجحت وخدوا أنا فاكر من 80 طالب خدوا 10، كنت أنا من ضمنهم. فقعدت 5 سنين في الكلية، بعد كده خرجت فتحت أتيليه واشتغلت في مجلة أخبار اليوم، مجلة اسمها جيل الجديد. وبعدين يعني دخلت بقى في الصحافة، روزي اليوسف كنت أغلفتي بتنزل صباح مجلة صباح الخير. أنا الحقيقة كل عمل بعمله ما دام مضيت عليه بعتز بيه، لكن طبعا أجمل لوحة عملتها في حياتي صورة مراتي الله يرحمها، ودي بعتز بيها قوي، وعملت لها كذا صورة الحقيقة، لكن في لوحة كبيرة قوي معلقة في البيت عندي ليها، دي بعتز بيها جدا. لكن أعمالي كلها يعني شايف إن ما دام مضيت عليها الحقيقة أنا براضي عنها. عملت المعرض ده في باريس في البلدية، بعدين راح أمريكا، عملت معرض في أمريكا وفي جامعة اسمها برينستون على ما أتذكر اشترت بعض لوحاتي. أنا من الناس لما أشوف أي منظر بيعجبني يلفت نظري بحس بيه لازم أخد له سكتش وأرسمه. بشارك في معارض من سنة 99، ممكن أكون شاركت في 100 معرض في مصر وفي كذا دولة في أوروبا وفي العالم. آخرهم مثلا معرض في جاليري سوهو في السويد، وبنالي فنزويلا، ومعرض في متحف التراث الأمازيغي في المغرب، والمعرض القومي في مصر. المعرض النهاردة اسمه آلة الزمن، وده نتاج شغل 2 سنين بدأته في اللوك داون بتاع كورونا. وأنا دايما بدور على حاجة فيها تفاؤل، أو بدور على حاجة للمستقبل ممكن تكون بتدي أمل أكتر، فالتجربة كلها فيها حنين شوية ونوستالجيا للماضي. وطبعا من خلال دراستي للآثار ففيها جزء شوية ليه علاقة بمصر القديمة وبأزمنة مختلفة، شغل سريالي شوية زي الحلم، ومعظم لوحاتي فيجريتيف الأساس فيها الأشخاص. تقنيا أنا بشتغل ميكس ميديا بخامات مختلطة، وده طبعا بيحتاج دراسة كل خامة لوحدها، وبعد كده دراسة التركيب بين الخامات المختلفة. والمعرض فيه 50 لوحة مقاسات مختلفة، وكل لوحة وراها حدوتة بتاعتها. من اللوحات اللي في المعرض مثلا لوحة الحب في زمن الكورونا، زي كده قصة غارسيا ماركيز الحب في زمن الكوليرا، وهي اللوحة بتتكلم عن إنه في الأوقات الصعبة دايما بنعرف قيمة الناس القريبين مننا، أهلنا وأصحابنا، وإنه ده اللي بيساعدنا نعدي المشاكل اللي بنمر بيها. يعني هي لوحات المعرض كل لوحة فيها حدوتة فيها قصة مختلفة، معظمهم بيدوروا حوالين محورين، الحاجات اللي أنا حسيت إن إحنا قدرناها أكتر بعد اللوك داون. أول حاجة طبعا الناس القريبين في حياتنا، أهلنا وأصحابنا اللي كنا ممكن نكتفي بإن إحنا نكلمهم في التليفون ونكسل نخرج، ولما اتحبسنا في البيت يعني كذا شهر عرفنا إنه الناس دي ليهم أهمية كبيرة جدا في حياتنا. فعملت سلسلة لوحات اسمها جولدن بيبل، فيها الأشخاص معمولين سلوات بورق الذهب. والحاجة التانية أعتقد كلنا برضو عرفنا قيمة الطبيعة وأهمية الحفاظ على الطبيعة وأهمية الحفاظ على الكوكب، وفي ناس كتير أسلوب حياتها اتغير وبقى أقرب للطبيعة وأقرب إنه يكون صحي أكتر. مصر لعبت دور كبير جدا في الحفاظ على الطيور المهاجرة، إيمانا منها بأهميتها في التنوع البيولوجي وأيضا في التوازن، تحقيق التوازن البيئي. خلونا نعرف تفاصيل أكتر من خلال زميلنا أحمد الحسيني اللي معاه معالي الوزيرة ياسمين فؤاد، دكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة. اتفضل يا أحمد. صباح الخير يا أحمد، صباح الخير يا بسان، صباح الخير لمشاهدي صباح الخير يا مصر. يوم جديد النهاردة من كورنيش المعادي بنتعرف على نقطة من نقاط رصد ومتابعة الطيور المهاجرة. معروف طبعا أن مصر من أهم المقاصد في العالم، ويمكن وادي النيل كمان بيحصل على المركز الثاني على مستوى العالم في الأماكن الأفضل تجاه الطيور المهاجرة وأسراب الطيور المهاجرة، وده طبعا بيكون في فصلي الخريف والربيع. خلينا نتعرف على مزيد من التفاصيل عن الطيور المهاجرة وباعتبار مصر من أهم المقاصد على مستوى العالم مع معالي وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد. دكتورة ياسمين، صباح الخير وأهلا بيكي. كلمينا عن هذه الثروة القومية اللي بتمتاز بها مصر. طبعا احنا مصر معروفة ان هي مسار لكمية كبيرة جدا من الطيور المهاجرة في موسمين، موسم في شهر ابريل ومايو وموسم تاني في اكتوبر ونوفمبر. بيعدوا من اول اسوان لغاية نهر النيل، لغاية ممكن بيعبروا منطقة جنوب سيناء. الحقيقة الموضوع بتاع مشاهدة الطيور ناس كتيرة ممكن كانت في بداية الموضوع بدأ بان احنا عندنا التزامات في اتفاقيات دولية ان احنا نحافظ على الطيور ومسار هجرة الطيور، لان الطيور دي مرتبطة بالنظام البيئي المتوازن. ودي كانت بداية الموضوع من 8 سنين لما الوزارة بدأت الاهتمام بموضوع الطيور. بدأت الحقيقة مشروع رائع حاز على جوائز دولية مع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وهو الإغلاق الوقتي لمحطات الرياح لضمان المسار السليم للطيور والحفاظ على حياتها. امتد الموضوع بعد كده ان في دول كتيرة في العالم بتهتم بمشاهدة الطيور، بتبقى سياحة، يعني في سياحة اسمها سياحة مشاهدة الطيور. ومن هنا بدأنا في وضع مجموعة من المواقع زي عند جبل الزيت، زي منطقة شرم الشيخ، واخيرا الحقيقه بنفخر ان مصر عملت موقع مختلف وهو عند جبل الجلاله، اعلى جبل الجلاله، بالتنسيق مع الهيئه الهندسيه للقوات المسلحه والمجتمع المدني جمعيه حمايه الطبيعه. رصدنا 400 الف نوع من الطيور الحوامه، وتم الشكر للحكومه المصريه والمجتمع المدني والهيئه من قبل اكبر المنظمات اللي بتهتم بقصه الطيور. النهارده واحنا بنحتفل باليوم العالمي للطيور اللي هو بيبقى في اوائل تاني سبت من شهر مايو، وفي احتفال كمان كان امبارح باليوم العالمي للتنوع البيولوجي، واعلنا ما قمنا به مع وزاره السياحه والاثار على مدى عامين للتحول للسياحه الخضراء. وفي كمان كم يوم الاحتفال باليوم العالمي للبيئة في إطار استضافة مصر لمؤتمر المناخ. مش مهم فقط إن احنا نوري مجهودات الدولة في ملف التغير المناخ، ولكن ملف البيئة بشكل عام. وأخيرا النقطة المهمة اللي حابة أقولها، هناك ترابط ما بين قضية تغير المناخ وتأثيرها على الطيور، لأن احنا لما بتزداد درجة حرارة الأرض بسبب الانبعاثات هذه الطيور بتتأثر المسارات بتاعتها وبيتأثر نوع الغذاء اللي هي بتعتمد عليه، وبالتالي قلنا ان الطيور دي مهمة لسلسلة التوازن البيئي، فيبتدي يحصل اضطراب وتدهور لسلسلة التوازن البيئي. النهارده حضرتك هتقوموا بجوله داخل وادي النيل اللي بيعتبر طبعا من اهم المسارات على مستوى العالم. عايزين نتعرف من حضرتك النهارده هنعمل ايه تفصيلا، وكمان يعني شايف مع حضراتكم نظارات مكبره لرصد هذه بالظبط. احنا النهارده معانا ممثلي للمجتمع المدني، ممثلي للاكاديميه، ممثلي لهيئه الطاقه الجديده والمتجدده، وزاره الكهرباء والطاقه، والزملاء من وزاره البيئه ومن الفروع. بيبتدوا يلفوا في نهر النيل. النظارات المكبره دي بتبتدي ان انت تشوف انواع الطيور المختلفه والمسارات. في جزء مهم جدا وهو المتطوعين والشباب. اهتمام الدوله بالشباب ليس فقط في مشروعات بيئيه مرتبطه بالتلوث، ولكن احنا بدانا في تخريج دفعة كبيرة من المتطوعين من الكليات العلوم المختلفة في جامعة القاهرة، في عين شمس، في دمياط، دخلنا معانا بني سويف مؤخرا. هذه الكوكبة من الشباب بيبتدوا يتدربوا على متابعة الطيور، ايه انواع الطيور، كيفية الحفاظ عليها، ويبتدوا يعتمدوا في بحثهم العلمي على انهم يفتحوا مجال جديد الحقيقة عندنا. فدول كلهم موجودين معانا بمشاهدة الطيور بالنظارات المكبرة مع وجود الفنيين اللي بيشرحوا كل نوع واهميته في حياتنا وموجود منه كام واحد في العالم. طبعا احنا في فصل الربيع حاليا، وهي رحله العوده للطيور مره ثانيه لاوروبا من افريقيا لاوروبا، وطبعا بيكون مسارها مصر. عايزين نتعرف من حضرتك ازاي بيتم الترويج اكتر لهذه المسارات، واذا كان في كمان تعاون مع وزارات او جهات معنيه من الدوله للترويج السياحي خارج مصر بشكل افضل، ويكون مصر فعلا مقصد سياحي لرصد هذه الطيور المهاجره. طبعا احنا بالتعاون مع وزاره السياحه والآثار من فترة أطلقنا من سنة ونص مبادرة وحملة اسمها أكو إيجيبت، وهي بتتروج لموضوع المحميات الطبيعية وموضوعات السياحة البيئية، ودي تحت الحملة الرئاسية اتحضر للأخضر. بوزارة السياحة والآثار بتعمل يعني أجنحة مختلفة في دول العالم على حسب المعارض اللي موجودة. بنبتدي نقول المقاصد بتاعت هجرة الطيور، ممكن يجوا في وقت ايه السياح، في وقت ايه في السنة. حقيقة عايزة اقول لك ان أسوان وبرضو جنوب سيناء من ضمن الأماكن اللي فيها كمية كبيرة من السياح اللي بيجوها، لأن السياحة بتاعت مشاهدة الطيور ليها سائح خاص زي سياحة الغوص، بس يمكن ناس كتيرة مش عارفة القصة دي. فبنروج لده، بنروج عن طريق السوشيال ميديا، فكرة ان منظمات الدولية بتشيد بينا. ويمكن اخيرا حابة ان انا اعلن ان احنا في اطار مؤتمر استضافة مصر لمؤتمر تغير المناخ في الشق غير الرسمي، هيبقى في ايام غير رسمية للمؤتمر. تم اعتماد من قبل دولة رئيس الوزراء بصفته رئيس اللجنة العليا لاستضافة المؤتمر، يوم للتنوع البيولوجي والطبيعة. الكل بيفتكر ان احنا هنتكلم على الموضوعات التقليديه زي موضوع تاثير تغير المناخ على الشعاب المرجانيه وعلى السياحه، ولكن هناك جزء اخر له علاقه بان احنا هنقول تاثير تغير المناخ على الطيور وغذائها ومسارها. هو ده موضوع جديد محتاج ان العالم يعني يبتدي يبص عليه. معالي وزيرة البيئة دكتورة ياسمين فؤاد، شكرا جزيلا لحضرتك وصباح الخير مرة تانية. شكرا ليكي على كل هذه المعلومات. زي ما شفنا يا أحمد وبسنت، يعني حاجة عظيمة وحاجة جميلة جدا هنا بنفخر بيها في مصر، وهو رصد طيور المهاجرة. بعد قليل هنطلع في جولة مع معالي الوزيرة للرصد بالتفصيل هذه الأسراب من الطيور المهاجرة في رحلة عودتها من أفريقيا إلى أوروبا. هنشاهدها معاكم ونرصدها بعدسات كاميرا صباح الخير يا مصر بالصوت والصورة، وهكون معاكم بإذن الله غدا. وإليكم في الاستوديو زملائي، وصباح الخير مرة تانية. شكرا ليك أحمد، والشكر موصول طبعا لدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة. ومن ملف الطيور المهاجرة نروح لموضوع تاني لا يقل أهمية، وهو صحة المواطن بشكل عام، لأن يمكن كتير قوي من المصريين أو الغالبية العظمى بيعانوا من سوء في الجهاز الهضمي تحديدا، يمكن لأن المصريين بيحبوا الأكل بطبيعتهم. النهاردة العالم بيحتفل باليوم العالمي لصحة الجهاز الهضمي، يوم اتخصص للتوعية بأضرار ومخاطر أمراض البطن للحفاظ على صحة الجهاز الهضمي، وده من خلال تناول الأكل الصحي، الأكل السليم، والاعتماد على الأكلات المعقولة. علشان كده في صباح الخير يا مصر هنكتب روشتة، الروشتة دي نقدر من خلالها نوضح ايه هي الطريقة المثلى اللي نقدر نمشي عليها علشان نتجنب اي اضرار لا قدر الله ممكن تحصل لنا حتى في المستقبل. الروشتة دي هيكتبها لنا النهارده ضيفنا اللي مشرفنا في الاستوديو، وهو الدكتور محمد منيسي، استشاري الجهاز الهضمي بكلية الطب قصر العيني جامعة القاهرة. صباح الخير يا دكتور. صباح النور، يا اهلا يا صباح الخير على حضرتك. اهلا يا فسنت، اهلا بيكم. دكتور، في الحقيقة يمكن كتير من المصريين بيعانوا من سوء الجهاز أو عسر الجهاز الهضمي زي ما بيتقال. إيه الروشتة أو التوصية اللي نقدر نقولها لهم في هذا اليوم العالمي للاهتمام بالجهاز الهضمي؟ الجهاز الهضمي بيبتدي من الفم، ويبتدي في مجموعة من الغدد وفي مجموعة من الأعضاء زي الكبد. ليه دور مهم، هو امتصاص الغذاء وتصنيع الفيتامينات. يعني لو نعلم ان القولون جزء من المناعه الشخصيه للحفاظ على الجسم، يعني جزء من المناعه الذاتيه. لما نعلم ان عندنا 4 انواع من المناعه، منها القولون. القولون فيه نص الفكر السائد عكس كده، الكل بيعاني شايف ان القولون ده حاجه بتؤرقه. الحقيقه ابدا، احنا زمان في الماضي كان في ناس كميه الوفيات تاتي نتيجه قرحة المعدة. احنا ما كانش يعني ده كان حاجة غريبة جدا، احنا كان في حاجة اسمها التسمم الغذائي. صحيح. يعني في عندنا قرح المعدة كانت تودي بحياة انسان، نزيف دموي، وكان يختلط على الامر. طبعا كان في امراض كبد بيبقى فيها نزيف دموي. عدد الناس اللي كانت بتموت من قرحة المعدة يساوي عدد الناس اللي كان بيموت من الكبد. تخيل بهذا الرقم، هو كلهم قيء دموي، ويساوي عدد الامراض اللي كانوا بيموت من الدرن. التاريخ كان غريب جدا. لما نيجي نتكلم على الكبد، ده جزء من الجهاز الهضمي. كان في يعني بالهريسيا كان في حاجه فيروسات، ما زال حتى الان في فيروس بي في العالم اجمع. الحمد لله مصر ما فيهاش هذا الكلام، ومصر نجحت بفضل مبادره السيد الرئيس وتوفير دواء فيروس سي بشكل غير مسبوق اشادت بيه منظمه الصحه العالميه واشادت بيه الامم المتحده نفسها، لان المده الزمنيه اللي قضينا بيها على فكره وقت قياسي تقريبا حاجه غير مسبوقه الحقيقه. يعني تيجي نتكلم على يعني ده التاريخ، التسمم الغذائي، التسمم الغذائي والجفاف وامراض الاسهال اللي هي كانت لدى الاطفال، ده يعني ده جزء من هذا الموضوع. ده كان قصه وآفه كانت تقضي على كميات كبيره من الاطفال والبشر، مصر نجحت ايضا في هذا الامر. والعالم طبعا لما نيجي نقول ان محلول معالجه الجفاف ده احل يعني انهى قصص ومعاناه مع الجفاف وفقدان الاطفال. القولون في حد ذاته وظيفته امتصاص الميه وتصنيع الفيتامينات والتخلص من الفضلات، ده اللي احنا شايفينه، لكن هو جزء من الموضوع ده، جزء من المناعه الذاتيه. فالجهاز الهضمي فيه جزء كبير جدا، احنا عندنا نص كيلو، رقم غريب جدا، نص كيلو من الجراثيم المفيده اللي احنا بنسميها الكتله الجرثوميه النافعه للمناعه، فالاخلال بيها بالاضرار بالمضادات الحيويه والافراط في الفيتامينات قد يضر بيها مع نوعيه الغذاء. الجهاز الهضمي بيمرض بعده امراض، احنا قلنا التسمم الغذائي، قلنا قرح المعده، امراض الكبد، الامراض القولون. جزء من الامراض الخطيره اللي هي بتواجهنا احنا بنعملها بايدينا هو الكانسر. في انواع يعني حاجات احنا ما بنبقاش واخدين بالنا منها. الفول السوداني لو خدناه وفي نوع من الافلاتوكسين او دي اللي احنا احيانا بنخزنه في البيت، في ناس بتخزن دقيق في البيت، فممكن يبقى في افلاتوكسين، ده يؤدي الى سرطان كبد. تخيل افلاتوكسين وكميات قليله جدا وما بنبقاش واخدين بالنا منها. نوعيه الطعام، المقليات، المخبوزات، الحلويات، احنا بنتناولها بشكل يومي. المشويات اللي هو الشارنج اللي بيحصل ده، الفحم على التفحم ده، والناس اللي بتقول لك احنا هناكل اكل سموكد، ده اكل مسرطن للقولون وللمعده. ده انا بحب الاكل سموكت جدا ما باكلش غيره. بالنسبه لحضرتك الوضع يختلف. طيب دكتور، الناس كلها بتقعد تتكلم في موضوع التهابات القولون، كل ما حد يبقى حاسس بشويه وجع في بطنه يقول لك انا القولون عندي ملتهب، انا عندي التهابات. عايزين نعرف هل ده اصلا حقيقي؟ زي ما حضرتك بتقول القولون ده موضوع كبير، يعني مش حاجه بسيطه كده في المعده اقدر اقول ان هي بتلتهب. وايه العادات بقى السيئه اللي احنا بنعملها بتؤدي للالتهابات دي؟ الحقيقه اي الم في البطن ما ينفعش اسميه قولون، لان احنا البطن مقسمه من الناحيه الطبيه الى 9 مناطق. على سبيل المثال الالم اللي هو حول السره ده ليه 13 سبب، ما فيش منهم كلمه القولون الحقيقه. فاللي عنده الام في فم المعده، أنا مش عايز بس يعني أدوش الناس، بس هندي أمثلة. بعض الدكاترة بيستسهلوا بقى، مش يعني حضرتك تقولي دي دايما بيبقى التشخيص يقول لك ايه ده في مشكله عصبي في القولون، وقولون عصبي دي تحديدا. يعني تلاقي اي حد مصري دلوقتي يقول لك ايه اصلا عندي قولون عصبي، كل مصر بقى عندها قولون عصبي. صحيح. الحقيقه لو افترضنا ان في مرض في القولون، منين عرفت ان اسمه قولون عصبي؟ ده ليه كرايتيريا، تغير في عادات وقوام التبرز، عادات وقوام، عادات يعني انت كنت بتخش كام مره، فانت جالك امساك ولا جالك اسهال في مده زمنيه لا تقل عن 3 أشهر. عادات وقوام، القوام نفسه بقى اكثر ديون او اكثر صلاده. الم في البطن مستمر يقل ولا يختفي بدخول الحمام، وقد يكون معاك مخاط، وفي حد ذاته كلمه مخاط دي ده قد يكون لا ده قولون، عندنا زوايد او يعني حتى كرايتيريا المخاط مرفوضه. اخش حمام ما احسش بافراغ للبطن بالكامل، وشرط اكون عملت منظار قولون لاستبعاد بقيه الاسباب الاخرى اللي زي ما احنا قلنا كلمه المخاط اللي فيها. فمنين انا اسميه قولون عصبي بالكشف الظاهري؟ ده مثال. طب عندي الم في الجانب الشمال اللي هو اكثر شيوعا، هنسميه قولون الحقيقه. انا عندي في الجانب الشمال من اسفل البطن سواء للذكور او للاناث 10 أسباب، الجانب اليمين 11 سبب، حول السره 13 سبب. القولون يشمل 4 أسباب بس من في الجانب الشمال. ممكن نقول جيوب قولونيه، ممكن نقول زوايد واورام، ممكن نقول قولون تقرحي او كرونز، ممكن نقول التهاب قولون ليمفوسيتي ايزينوفيلي كولاجيني. ممكن نقول نزله قولونيه، في نزلات معويه بتصيب الامعاء الدقيقه وفي نزلات قولونيه، ده دول الاكثر شيوعا، ده احنا عندنا امراض صحيح. اخرى بتصيب، ده 4 فقط من، لكن في حاجه اسمها عضله السوس مصل، ده ممكن يطلع عليها خراج، ممكن يطلع عليها ورم، ممكن يبقى فيه فتاء، ممكن يبقى عندنا حالب، ممكن يبقى عندنا امراض النساء، حوض، ويطلع حاجه ثانيه خالص. فمنين انا اقول ان سميته، انا اخترت ان الالم ده قولون، هل هي بالخبره؟ الحقيقه لا. انت النهارده في 2022 كل حاجه بدقه محسوبه وتقدر تعمل لها اجراءات واضحه تشخيصيه من كشف اكلينيكي وتحاليل واشعات للوصول الى تشخيص. يعني كلمه قولون عصبي، الكرايتيريا اللي احنا قلناها دي كام واحد نفذها علشان يسمي ان عنده قولون عصبي؟ هو لحسن الحظ ان معظم الامراض او الاعراض بتبقى بسيطه، لكن ممكن نتجاهلها او نظن تشخيص اخر ويطلع المرض حاجه ثانيه. صحيح. فلابد ان نحترم العرض ونحترم الشكل المرضي، يعني او الوصف المرضي. وكثير مننا الناس اللي هي بتعرض الشكوى مواطن عادي مش متخصص في كليه الطب، هو بيقول انا عندي الم. صحيح. فاحنا بنتهم المريض ونقول له لا انت ما وضحت لنا، مفيش حاجه اسمها كده، هو المريض هيقول كلام محدد الم، فانا لازم افحص له كل الحاجات وما اقولوش ده اسمه مش معنى ان انا بتاع جهاز هضمي ما ابحث اسباب اخرى، ما يعني اتاكد انه جهاز هضمي واوديه للاشياء الاخرى. نعم دكتور محمد، يعني اذا الفحص واستشاره الطبيب هو الاساس لصحه التشخيص زي ما بيقولوا، لكن لنا هنا وقفه، لسه مكملين مع حضرتك لاهميه الموضوع، لكن نذهب سريعا لموجز التاسعه وليندا عبد اللطيف، اليك ليندا. شكرا أحمد. التاسعة بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن التقدير البالغ لمسيرة التعاون بين مصر وشركة سيمنز والخبرة الألمانية في مجال الصناعة بوجه عام، لما تتسم به من جودة ودقة وانضباط. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي الرئيس التنفيذي لشركة سيمنز الألمانية رولاند بوش. وأكد الرئيس السيسي أن شبكة خطوط القطارات الكهربائية الجديدة تأتي ترسيخا للتعاون المثمر بين البلدين في مجال البنية الأساسية، وستمثل إضافة كبيرة لمنظومة وسائل النقل في مصر سواء لحركة الأفراد أو تسهيل التجارة، كما ستعزز من استراتيجية الدولة لإقامة أنظمة نقل مستدامة ومتطورة على مستوى الجمهورية. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهد مراسم التوقيع على التعاقد مع شركة سيمنز العالمية لإنشاء منظومة متكاملة للقطار الكهربائي السريع في مصر. وأكد متحدث الرئاسة أن رئيس مجلس إدارة شركة سيمنز العالمية أعرب عن اعتزازه واعتزاز الشركة بالتعاون المثمر مع مصر في المجالات التنموية. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن كتلة الشباب تمثل طاقة إيجابية هائلة، يتعين العمل على تعظيم الإمكانات والقدرات العربية المشتركة لحسن استخدامها واستثمارها ولتحصين عقول الشباب العربي ضد الأيديولوجيات المتطرفة. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي وزراء الشباب والرياض العرب. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي اقترح إطلاق عام 2023 عاما للشباب العربي. وشدد الرئيس السيسي على أهمية توعية الشباب العربي بالانخراط في مجالات التحول الرقمي والبرمجيات والتقدم التكنولوجي المتسارع، والتي تؤثر بشكل كبير على مستقبل فرص العمل. أعلنت الأمم المتحدة عن توافق مبدئي بين الحكومة اليمنية وقوات الحوثي حول اقتراح لإعادة فتح الطرق والمعابر بشكل تدريجي في مدينة تاعز ومحافظات أخرى بموجب اتفاق الهدنة المعلنة برعاية أممية. وفي ختام جولة أولية من محادثات مباشرة بين الطرفين، قال مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس جروندبرغ إن الاقتراح الذي يقضي بإعادة فتح الطرق بشكل تدريجي تضمن آلية لتنفيذ وضمانات لسلامة المدنيين بناء على الخيارات التي طرحت من قبل الطرفين، داعيا وفدي الطرفين إلى اختتام مداولاتهم بشكل عاجل وتحقيق نتائج إيجابية يلمسها الشعب اليمني. قالت وزارة الدفاع الروسية إن مجموعات أوكرانية تخطط لقصف منطقة حدودية في روسيا من منطقة سكنية في مدينة سومي شمال شرق أوكرانيا واستفزاز الوحدات الروسية للرد. وأوضح رئيس مركز مراقبة الدفاع الروسي ميخائيل ميزينتسيف أن هناك معلومات تفيد بأن مقاتلي بعض الكتائب الأوكرانية يستعدون لما وصفه باستفزاز باستخدام مواد سامة في مدينة سومي، كما يخططون لتفجير حاويات تحوي مواد كيميائية من أجل اتهام القوات الروسية باستخدام أسلحة كيميائية على حد قولها. وحذر الغرب والأمم المتحدة من أن كييف تخطط لنشر أخبار كاذبة على نطاق واسع. أعلنت الولايات المتحدة أن دولا من جميع أنحاء العالم وافقت على تعديل دولي بقيادة واشنطن للقواعد المتعلقة بتفشي الأمراض التي تعرف باسم اللوائح الصحية الدولية، وتمت الموافقة على هذه التعديلات خلال اجتماع لبحث تعزيز دور منظمة الصحة العالمية بعد نحو 15 مليون حالة وفاة خلال جائحة كورونا. وتمثل التعديلات التي سعت إليها واشنطن وبدعم من دول أخرى مثل اليابان والاتحاد الأوروبي خطوة أولى في إصلاح أوسع للوائح الصحة العالمية، يحدد الالتزامات القانونية للبلدان بشأن تفشي الأمراض، ومن المتوقع أن يستغرق ما يصل إلى عامين. لقي 34 شخصا على الأقل مصرعهم بسبب الأمطار الغزيرة التي شهدتها إحدى الولايات الواقعة شمال شرق البرازيل. وقال الدفاع المدني البرازيلي إن الحصيلة الأكبر للضحايا سجلت في ساعات الصباح الأولى من جراء انزلاقات أتربة كبرى، وتسببت الأمطار الغزيرة بنزوح نحو 1000 شخص بسبب الفيضانات والانزلاقات الأرضية. وأعرب الرئيس جاير بولسونارو عن حزنه وتضامنه مع الضحايا، مؤكدا أن حكومته ستبذل قصارى جهدها للتخفيف من المعاناة. أما رياضيا فتوج فريق ريال مدريد الإسباني بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة ال14 في تاريخه بعد فوزه المثير على فريق ليفربول الإنجليزي بهدف دون رد في المباراة النهائية التي جمعتهما بالعاصمة الفرنسية باريس. وسجل هدف ريال مدريد واللقاء الوحيد لعبه البرازيلي فينيسيوس جونيور في الدقيقة 59 ليقود الفريق الملكي لإحراز لقبه الأوروبي المفضل. نهاية موجز التاسعة. دلوقتي هنرجع لأحمد وبسنت عشان يكملوا بقية فقرات صباح الخير يا مصر. إليكم. شكرا ليك يا ليندا، ولسه مستمرين مع حضراتكم في فقرتنا مع الدكتور محمد منيسي استاذ امراض الجهاز الهضمي بطب القصر العيني جامعه القاهره، ومستمرين عن مشاكل الجهاز الهضمي يا دكتور. وخلينا نتكلم يعني خصوصا عن مشكله جرثومه المعده، ناس كتيره قوي بتعاني منها او ممكن تبقى بتعتقد انها بتعاني منها، فحابه حضرتك تعرفنا اكتر عنها. الحقيقه جرثومه المعده واخده وضع اكبر من قيمتها، هي بتصيب 70% من سكان الكره الارضيه. يعني عندنا في كل 10 اشخاص عندنا 7 مصابين بجرثومه المعده، كلهم 90% منهم بلا اعراض. جرثومه المعده هي عده مئات من الالاف، مفيش فيها غير نوعين اللي ليهم الخطوره، والنهارده بقى عندنا تحليل اكثر دقه اسمه اتش بايلوري لاين تيست، ده بيحدد هؤلاء النوعين. النوعين دول اذا استمروا في الجسم لفتره طويله هم السبب في قرحه المعده، وقرحه الاثنى عشر تمثل تقريبا اكثر من 95% من اسباب قرحه الاثنى عشر و70% من اسباب قرحه المعده، ولا قدر الله الاورام اللي بتحصل بعد ذلك، سواء الاورام للغدد الليمفاويه المبطنه لجدار المعده والاثنى عشر مالت ليمفوما، او الاورام السرطانيه التقرحيه اللي بتبقى موجوده الادينوكارسينوما. لكن هي واخده اكبر، احنا الخطر لا يمثل واحد في عدة أصفار جنب، يعني قليل جدا، وإلا كان العالم كله كل يوم بقينا نعمل تحذير ضد هذه الجرثومة. تم اكتشافها بالصدفة سنة 1959 إنها كانت من أهم أسباب القيء الدموي وقرحة المعدة، هي كانت من أهم الأسباب في الماضي. وكان في طبيب يوناني بيدي الناس، كان دي الإيرا بتاعت المضادات الحيوية، فكان بيدي مضادات حيوية، فاكتشف بالصدفة إن الناس اللي هي كانت بتعاني من القيء الدموي وتقرحات المعدة، لأن ما كانش فيه مناظير وما كانش فيه حاجة بهذا الشكل، كان الناس بتتم اكتشافها في الجراحات يعني إن كان يعني هيلحقوه. وبعدين سنة 1984 في واحد اسمه فارن ومارشال عملوا تجارب بهذا الشكل، خدوا جائزة نوبل 2004 على النمط الغذائي وعلى هذه الجرثومة، يعني العالم فضل يكذب فيهم حتى 2004، ولقوا ان هي بتنتشر اكتر في البان الماعز والحاجات اللي هي اللي مش جيده الطهي والخضار اللي مش مغسول جيدا. ونصحوا فقط بأن الواحد يتعامل بالنظافة زيها زي فكرة أمراض التسمم الغذائي والنزلات المعوية. صحيح. فإذا عشان نتجنبها محتاجين بس غسيل الإيد. يعني جائحة كورونا يعني سابت أثر في هذا الموضوع، هتساعد ان حدت منها شويه جائحه كورونا. ما خلاص خلت الناس تخاف. بقينا نتكلم على غسيل الايدي، بقينا نتكلم على العادات الجديده او مش الجديده، العادات اللي احنا عايزين نذكر بيها الناس دائما، اللي كثير مننا لازم نتبعها اصلا، يعني اللي المفروض تبقى جزء مننا يعني. صحيح. فهي مشكلتها ليست بهذه الضراوه ككلمه جرثومه معده، لكن هي اهم سبب لامراض قرحه المعده، لكن ملهاش علاقه بالقولون. صحيح. وملهاش علاقه بفكره ارتجاع المريء، لان كثير من الناس بتظن ان ارتجاع المريء مرتبط لا، ده للاسف الشديد. الشفاء وعلاج الجرثومه يزيد اعراض ارتجاع المريء، يزيد اعراض ارتجاع المريء. يعني الشفاء من الجرثومه في 50% من البشر. عاوزين بمناسبه يعني ذكر ارتجاع المريء، عاوزين نتكلم اكتر عن ارتجاع المريء، لانه في ناس كتيره قوي او يعني عندها مشكله او بتعاني من ارتجاع المريء. ايه السبب فيه؟ وهل اتباع نظام غذائي جيد يعني يؤدي الى الاستشفاء؟ الحقيقه ارتجاع المريء دي 8 اسباب في الطب، 8 اسباب بالظبط، منهم 7 حقيقيين وسبب اخر غير حقيقي. او يعني يعني ايه ارتجاع المريء؟ يعني الحمض اللي هو درجه البي اتش، الحموضه، الحمض اللي هو قد يذيب قطعه معدن اللي موجود في المعده اللي احنا مش حاسين بيه الان، اللي هو عندنا احنا كلنا دلوقتي، لو خرج من مكانه الى المريء حسينا بالحموضه اللي احنا بنتكلم عليها. اهم سببين ضعف في هذه العضله، ضعف في العضله اللي بين المعده وما بين المريء، او فتاء في الحجاب الحاجز. ده اهم سببين من ال8 اللي احنا بنذكرهم. الاكل، نوعيه الطعام مهمه جدا، في اكل بيزود افراز الحمض عكس ما احنا متخيلين. الاكلات، ما هي الاكلات اللي بتزود افراز؟ يبقى الاكل بند وليس كل البنود. اللبن وكل مشتقاته اللي احنا بناخده عشان يضيع الحمض، هو بيضيع لنا فعلا الشعور بالحموضه، لكن يجيب لك نوبه حمض اعلى. يعني هو بيضيع لك الحمض دلوقتي، لكن هيجيب لك نوبه الحمض، لان الحمض بيجي على هيئه نوبات. اللبن وكل مشتقاته. النعناع، النعناع ده حاجه صحيه ولا نختلف عليها، وحلو جدا كمضاد اكسده كماده النعناع الطبيعي، بس بيخلي العضله تفتح. القهوه، القهوه افضل مانع سرطان في افضل مانع سرطان، لاحتوائها على اكبر مركبات الفلافينويدز والبوليفينولز. افضل مانع سرطان القهوه. بتزود لنا اللي احنا دايما ننصح الناس، حتى بتمنع الذبحه الصدريه، بننصح الناس تجنب القهوه لو عندك ارتجاع مريء ولو عندك قرحه معده. التدخين، تناول المسكنات، الفيتامينات، الامتلاء، الشبع، النوم بعد الاكل، الحاجات اللي فيها زيت، سمن، وكل انواع المحليات، المقليات، المخبوزات، الحلويات، الشوربه، المياه الغازيه، العصائر. يبقى الاكل، ان انا هاخد دواء للارتجاع، يبقى السبب 4. الناس اللي بتاخد بقى ادويه الازموبيرازول، البانتوبرازول، كل اوميبرازول، كل العائله بتاعتنا اللي هي غيرت مصير قرحه المعده وانهت فكره ان احنا نشوف حد بقيء دموي نتيجه القرحه او مضاعفات قرحه المعده بظهورهم في الثمانينات من القرن الماضي. ان انا لو مشيت عليهم فتره طويله وجيت وقفتها مره واحده هيجي لي حمض شديد. عشان كده قالوا ان احنا هنعمل لها فطام، هنوقف هذه الادويه ببطء شديد. في حاجتين تانيين فيهم نوع من الغرابه. الشفاء من جرثومه المعده في 50% بيزود لي افراز الحمض ويديني شعور بالحموضه عالي جدا. ارتجاع العصاره المراريه، بايل ريفلكس عشان كده، او زياده افراز الجاسترين من البنكرياس. يبقى دول ال7 اسباب اللي هم فيهم حمض حقيقي. في اسباب اخرى للشعور بالحموضه وعدم الراحه، بس ما فيهمش ارتجاع يقيني. دول امراض في المريء. التهاب المريء الازينوفيل بيديني فرصه ان انا احس احيانا مش عارف ابلع، وحساسيات الطعام وخلافه. والجزء الثاني عدم انبساط العضله، مرض اسمه اكاليزيا، وامراض اخرى، بس هم دول اهم الشكل اللي فيهم. يعني حضرتك ذكرت اهم 7، والسبب الثامن اللي هو ليس مؤكد، لكن يبقى دكتور محمد، يبقى في النهايه كلمه السر في الاستشفاء هو الطعام. يعني انت او انت سيد قرارك فيما تاكل، وأنت من يتحمل النتيجة في النهاية. دكتور محمد منيسي، استشاري الجهاز الهضمي بكلية الطب قصر العيني جامعة القاهرة، بنشكر حضرتك يا فندم على وجودك معنا في صباح الخير يا مصر. شكرا. شكرا يا عم، نورتنا يا دكتور. بنشكرك على وجودك معنا. مشاهدينا نروح لفاصل سريع ونرجع لحضراتكم نكمل الكلام في صباح الخير يا مصر، خليكم معنا. الأمن الغذائي يمكن من الموضوعات المهمة جدا العالم كله مهتم بيها دلوقتي، وفي دراسة جديدة ومهمة صدرت عن المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. الدراسة دي بتقول إن الدولة المصرية عندها نظرة شاملة طويلة المدى في الاهتمام بتحقيق الأمن الغذائي. دليل على ده هو إن المشروعات القومية الزراعية أصبحت على رأس أولويات الدولة. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن الموضوع ده من الأستاذة نسرين الشرقاوي الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. صباح الخير عليكي. صباح الخير يا فندم، وصباح الخير على السادة المشاهدين. يعني فعلا من الموضوعات المهمة جدا العالم كله دلوقتي مهتم بيها، يمكن من أكتر المواضيع، مش هقول لك حتى قارة معينة، العالم كله مهتم بالأمن الغذائي. كلمينا أكتر عن الدراسة اللي حضرتك عملتيها. هو زي ما حضرتك قلتي، هو القطاع الزراعي كان حاز على اهتمام القيادة السياسية والدولة المصرية عامة من 2014. في الوقت ده كان يمكن بعض الناس وبعض الاشخاص يقولوا يعني ملهاش لازمه المشروعات القوميه دلوقتي، يعني في ملفات اهم. بس القياده السياسيه والدوله المصريه كان عندها اصرار ان المشروعات القوميه ديت يعني حاجه، المشروعات القوميه بصفه عامه ان دي حاجه اولويه، وخاصه المشروعات الزراعيه. واللي بلور على كده ويدلل الايام يعني بعد نظر الدوله المصريه، وان هي كانت ماشيه اوريدي في الاتجاه الصحيح اللي احنا بنمر بيه حاليا بعد ازمه كورونا وبعد الحرب الروسيه الاوكرانيه. دلوقتي احنا بنشوف الدول اللي هي يعني يقال ان هي متقدمه او هي متقدمه بالفعل زي صحيح. امريكا والمانيا. المانيا يعني عجزت ان هي توفر الاحتياجات الاساسيه لمواطنيها. الاسعار زادت في امريكا نتيجه التضخم. مش فكرة بس الاسعار زادت استاذه نسرين في امريكا، ده كمان ارتفع معدل التضخم في امريكا، كان دايما 1.4%، النهارده بنشوفه وصل لاعلى مستوياته تاريخيا ل 8%. لكن خلينا نروح للمشروعات القوميه الكبرى اللي حضرتك ذكرتيها، وفي دراسه معموله فيها يمكن من ياكل بفأسه يحكم برأسه. تمام. وده كان القرار اللي بناء عليه تحركت الدوله المصريه منذ عام 2014، وقررت ان احنا فعلا الامن الغذائي مفهومه عندنا مش هيكون مجرد تامين احتياجات المواطن المصري من سلع استراتيجيه اساسيه لازمه على الحياه، لا، فكره اللي انا هحول مفهوم الامن الغذائي لفكره اللي انا هامن نفسي غذائيا من خلال اللي انا ازرع احتياجاتي. شايفه ازاي ده عملته الدوله المصريه؟ لا، ما هو زي ما حضرتك قلت كده، من لم يملك قوته لا يملك قراره، واحنا لو ما كناش نملك قرار دلوقتي الامدادات اتمنعت، وروسيا واوكرانيا اللي احنا كنا بنستورد منهم القمح سلاسل الامداد وقفت، فاحنا لو ما كانش عندنا المشروعات القوميه كان زماننا في وضع لا نحسد عليه. صحيح. حضرتك بتسأل عن ايه؟ بتكلم على فكره تغيير مسمى او مفهوم الامن الغذائي لدى المواطن، او لدى يعني كل الدول بقى، مش هنقول مواطن بس، بسبب الازمه الروسيه الاوكرانيه اتغير من فكره تامين الاحتياجات لفكره زراعه ما احتاج اليه. بالفعل احنا عملنا كذا مشروع قومي زراعي، يمكن من ابرزهم مثلا مشروع مستقبل مصر اللي تم افتتاحه بدايه الاسبوع اللي فات. مشروع مستقبل مصر ده على مساحه 500,000 فدان المرحله الاولى، وبنامل في مراحله القادمه المرحله الاولى والثانيه، والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه مليون و50 بالظبط، وهو المشروع مستقبل مصر ضمن مشروع الدلتا الجديده. وكمان ان كان في من تقريبا في منتصف الاسبوع سياده الرئيس اجتمع مع الهيئات المعنيه بالزراعه جميعا، من جهاز مشروعات الخدمه الوطنيه لوزاره الزراعه لجميع القطاعات، وكان رئيس الوزراء على راسهم. ووجه ان شركه تنميه الريف المصري اللي هي برضو بتضم اكثر من 500,000 فدان. صحيح. وده مرحله اولى، يعني لسه المراحل الثانيه هنوصل 1.5 مليون، ومراحل اخرى يعني بنستهدف 4 مليون فدان تبع شركه تنميه الريف المصري. ووجه بتذليل كافه العقبات، لان احنا مش بنأمن غذائنا بس يا فندم، احنا كمان بنوفر فرص عمل للشباب. وكمان سياده الرئيس اكد تاكيد شديد ان اصرار المزارعين الشباب ما يستلموش الاراضي غير وهي كامله التجهيزات، من بنيه تحتيه لغاز وكهرباء وطرق. لو هنتكلم انا عذرا يا بسنت، لو هنتكلم على مشروع زي مستقبل مصر بمناسبه توفير فرص العمل، بنتكلم على توفير 10000 فرصه عمل بشكل مباشر و360000 فرصه عمل بشكل غير مباشر. استاذه نسرين، حضرتك قلتي حاجه مهمه جدا في الاول، قلتي ايه؟ انه الناس يمكن ما كانتش لسه عارفه قوي المشروعات القوميه دي هدفها ايه. فالنهارده لما حصل الازمه وبقى عندنا مشكله في موضوع القمح، ولقينا ان الدوله كان عندها استراتيجيه سابقه لاوانها في ان احنا نزرع اراضي في حتت مختلفه، دلتا جديده ودلتا قديمه وتشكى. وكمان عايزه اضيف المليون ونص 100000 فدان صوبات زراعيه دي بتنتج محاصيل في غير موسمها. ما حضرتك بقى هتقولي لنا الدور اللي بتلعبه المشروعات دي في التصدي لمواجهه الازمات اللي يمكن بيمر بيها العالم دلوقتي وكمان موجة التضخم. طيب الدور هو لها اكتر من جهه. اول حاجه هو احنا يعني الهدف من المشروعات القوميه دي كان ليه سببين، سبب داخلي محلي والسبب الخارجي اللي احنا تطرقنا ليه، ان هي دلوقتي احنا الدوله المصريه تعي ان هي جزء من العالم، وان اللي بيحصل في العالم مصر مش بعيد او ببنقى عنه. وده كان جزء ان هي كانت عندها رؤيه زي ما قلنا، رؤيه للمستقبل ورؤيه بعيده المدى، وده اللي بعد ازمه كورونا اللي هي اثرت على العالم المتقدم والنامي، وبعد ازمه الحرب العالميه الروسيه ده كان سبب من الاسباب ان احنا يعني نجينا منه. السبب الداخلي ان احنا عندنا مجموعه مشاكل داخليه، والمشروعات القوميه الزراعيه ديت بتؤدي الى القضاء عليها. صحيح. رقم واحد الزياده السكانيه، احنا عندنا ان الموارد بتاعتنا مش على قد احتياجاتنا. يعني احنا عدينا يمكن 103 مليون نسمه بمعدل 2.5 مليون طفل سنويا، فده محتاج غذاء، وانا ما عنديش يعني الاراضي في تناقص نتيجه التعدي على الاراضي الزراعيه ونتيجه تجريف التربه والحاجات اللي كانت تمت من 2011 ل 2014. دي الزياده السكانيه، فاحنا والغذاء ده رقم واحد عند الشعب المصري، رغيف العيش ده رقم واحد والغذاء ده رقم واحد. رقم اتنين ان احنا عايزين نعمل زياده في الصادرات الزراعيه اللي دي اللي هتجيب لنا الدولار وهتجيب لنا العمله الصعبه في وقت احنا اساسا بنشهد فيه ازمات عالميه. كمان حاجه ان انا اوفر الغذاء للشعب المصري، لما يزداد المعروض من السلع بوفر كده الغذاء وبخفض الاسعار. رابع حاجه واحنا قلناها ان بوفر فرص عمل مباشره وغير مباشره. صحيح. المشروعات دي، وكمان المشروعات ليها ميزه ان هي المشروعات ما عادتش بتبقى موجوده في محافظه واحده او في قطاع واحد او كده، لا ده المشروعات موجوده في جميع المحافظات. صحيح. فانا بوفر لاهل المحافظات دي فرص عمل، بوفر لهم يعني عماله مباشره. كمان الدوله بتسعى ان هي تعمل مشروعات في المشروعات القوميه، بتعمل يعني مجتمعات عمرانيه متكامله عشان خاطر يعني السكان نجتذبهم للاماكن دي، وكمان عشان خاطر تعمل عائد للمستثمرين، وخاصه ان هي بتستهدف صغار المزارعين وبتستهدف الشباب، فبتعمل مشروعات تصنيع غذائي وبتعمل مشروعات انتاج حيواني وانتاج داجيني ومشاريع سمكيه. هو ما فيش شك يا استاذ بسنت، هي مشروعات قدرت او ساهمت في تحقيق ثالوث التنميه والتطوير في مصر، قدرت اللي هي تحقق نمو اقتصادي حقيقي على الارض، ساهمت. تاني حاجة في فكرة توفير آلاف من فرص العمل للمواطنين. أخيرا قدرت كمان هذه المشروعات القومية الكبرى الزراعية الخاصة بالإنتاج الزراعي اللي هي تعمل نوع من أنواع تحقيق الاكتفاء الذاتي أو الوصول لتحقيق الاكتفاء الذاتي. يمكن زي ده حقيقي زي ما شفنا في افتتاح مستقبل مصر، وإزاي قدرنا إن احنا نحقق الاكتفاء الذاتي مثلا في سلع زي السكر من خلال بنجر السكر اللي مزروع في هذه الأراضي البكر. وهنا بقول بكر لأن هذه الأراضي لم يعني تصب بأي نوع من أنواع الآفات اللي تقلل من الإنتاجية، فضلا عن فكرة التقاوي المعتمدة اللي قامت بها وزارة الزراعة. فاحنا بنعمل في شكل مؤسسي، عندنا دلوقتي كل يعني المؤسسات بتتضافر علشان خاطر حاجة واحدة بس، تحقق أمن غذائي حقيقي يأمن احتياجات الحاضر وأيضا الأجيال القادمة. أستاذة نسرين الشرقاوي الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، بنشكر حضرتك يا فندم على وجودك معنا في صباح الخير. شكرا جزيلا لحضراتكم وللسادة المشاهدين. شكرا لك يا أستاذة نسرين. مشاهدينا نروح لفاصل سريع ونرجع لحضراتكم نكمل فقرتنا أو آخر فقرة في صباح الخير يا مصر، خليكم معنا. رحب بحضراتكم مرة تانية في صباح الخير يا مصر في هذه الفقرة الهامة لكل عشاق دوري أبطال أوروبا. يمكن امبارح ليفربول عمل كل حاجة في الملعب، ذاكر وحل، لكن للأسف ما نجحش. لعب ليفربول وفاز الريال، ويعني يبدو كده زي ما بيقال إن البطولة بتحب الريال مدريد. ده يعني حال مباراة امبارح في نهائي دوري أبطال أوروبا اللي تم فيها تتويج الريال بلقب دوري الأبطال للمرة ال14 في تاريخه بعد فوزه بنتيجة 1-0 على ليفربول الإنجليزي خلال المباراة اللي جمعت الفريقين على ملعب دي فرانس في نهائي دوري أبطال أوروبا. يمكن شارك في المباراة النجم المصري محمد صلاح اللي كان أداؤه أداء رائع، أداء تاريخي، أداء استثنائي بشهادة كل المحللين والمتابعين لكرة القدم. لكن الماتش وتفاصيل اللي حصل فيه وتحليله هو ده اللي احنا هنعرفه النهارده من خلال الأستاذ إيهاب الجنيدي الناقد الرياضي اللي مشرفنا في الاستوديو في صباح الخير. صباح الخير يا أستاذ إيهاب. صباح النور، تحياتي ليك يا أحمد وتحياتي للأستاذ. سعيد إن أنا معاكم النهارده. احنا سعداء بحضرتك. أستاذ إيهاب، يمكن كورتوا كان هو البطل الحقيقي امبارح في مباراة الأمس، وصد أكتر من 27 هجمة ليفربول اللي كان عامل بصراحة أداء تاريخي، لكن للأسف لغة كرة القدم ما بتعرفش الاستعراض. يعني زي ما بيقولوا كده بالبلد، عاوز تشوف عرض او تشوف استعراض اتفرج عليه في المسرح او اتفرج عليه في السينما، لكن ما تتفرجش عليه في ملعب كرة القدم. التاريخ اللي بيعرفوا فيها الألقاب والبطولات. شايف ده ازاي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. امبارح طبعا فريق ريال مدريد ده فعلا تجسيد لفريق بطوله. لازم نقتنع تماما ان في حاجه في العالم كله في الكوره بنقولها، لما بنقول هنا النادي الاهلي فريق بطوله، فريق بطوله ممكن بتلعب في افريقيا. بنشوف ماتشات كتير بتلاقي ان النادي الاهلي مضغوط والفرق ضغطاه والفرق عماله تعمل هجمات عليه، وسبحان الله بتقول في الاخر الاهلي بيكسب. الاهلي بيكسب ليه؟ في معايير لفريق البطوله لازم نتكلم عليها. مع كامل التقدير طبعا لفريق ليفربول، امبارح فريق ريال مدريد فريق بيعرف يلعب على البطوله وبيعرف يكسب البطوله وعنده الثقه اللي ياخد بيها البطوله. لعيبته شفنا الماتش من اوله. طبعا في عوامل كتير لازم نتكلم عليها. كورتوا رقم واحد زي ما انت قلت، كورتوا حارس اسطوري. النهارده كورتوا حديث وسائل الاعلام العالميه تقريبا كلها، صحيح. في انجلترا وفي ايطاليا وفي اسبانيا كل الصحف نازله بتشيد، بعض الصحف واصفه ان يعني هو لقبه الشهير للاخطبوط، اخطبوط 8 اذرع. لا هم واصفين النهارده. وفي كورتين تحديدا، كره صلاح وكره ساديو ماني، يعني استحاله اللي هم ما يجيش جول. يعني تحس ان هو الحظ وفي شويه لك بالظبط معاه كمان، لان كره ساديو ماني الاولى دي كتير مع اي حارس تخبط في العارضه وترد فيه وترجع الجون. لا هو مسكها. وصلاح حقيقه صلاح عمل يعني عمل جيم عالي جدا جدا بلغه الكوره. انا ممكن رقم بس اقوله لك ان صلاح لاول لاعب من 2003 2004 في البطوله يسدد 6 تسديدات على المرمى في مباراه بنهائي دوري ابطال اوروبا. ما فيش نهائي قبل كده جه لاعب فيه سدد 6 تسديدات على المرمى. محمد صلاح عملها من 2003. البطوله ما شهدتش الرقم ده. هو اخطبوط ماشي خلاص، فين السر بقى؟ يعني هل الفرقه الثانيه ريال مدريد اللياقه البدنيه اعلى؟ فين حصل ايه يعني؟ عايزين انا امبارح كنت بتفرج على مباراه فعلا شايفه ضغط من الفرقتين بيلعبوا كويس قوي، لكن في يعني استحواذ من ريال مدريد الى حد ما، يعني في سيطره شويه من ريال مدريد. ده سببه ايه؟ هو في ثقه زياده، يعني في ثقه في الملعب، ثقه ان انت راجل هتعرف تكسب، في ثقه من يعني الاستحواذ الكامل في المباراه من اول مباراه لاخرها. فريق ليفربول ضاغط الملعب كله، حاطط ريال مدريد في نص ملعبه معظم اوقات المباراه. ولكن كنت كل هجمه يمسكها ريال مدريد كنا بنشوف ازاي ريال مدريد في 3 لمسات بيروح للمرمى، صحيح. وكل هجمه ليه بتمثل خطوره. عنده 2 قدام هم الثنائي الافضل في العالم واوروبا الموسم ده، فينيسيوس جونيور وكريم بنزيما. الاثنين عاملين تقريبا مع بعض 65 هدف الموسم ده. ده رقم كبير جدا مع بعض، ما بين اسيست، ما بين يسجل هدف او اسيست، الاثنين مع بعض. فهم الثنائي الاكثر تفاهما في العالم حاليا. يعني امبارح كانت فرقه ريال مدريد تقدري تقولي ان هم كورتوا وجزء كبير جدا من الحظ، صحيح. وكريم بنزيما وفينيسيوس، صحيح. يمكن ده كان الثلاثي الرائع اللي قدر اللي هو يغير معطيات المباراه. لكن برضو ما ننكرش ان انشيلوتي كان ليه دور تكتيكي كده، قدر في خلال الشوط الثاني تحديدا ومن خلال تغيير اللي هو يغير كل المعطيات اللي موجوده. هل هو قدر يقرا المباراه للدرجه دي؟ طبعا. كارلو انشيلوتي او الدون كارلو انشيلوتي الشهير، اعظم مدرب في العالم بالارقام. انت ما بتديلوش لقب كده خلاص، هو بالارقام حاليا اعظم مدرب في العالم. السنه دي الموسم ده خلى نفسه على القمه بالارقام اللي عملها. كارلو أنشيلوتي هو المدرب الوحيد في العالم اللي فاز بالفايف بيج ليج او الخمس دوريات الكبرى في العالم، الوحيد اللي عملها بعد ما السنه دي خد الدوري مع الاسباني مع فرقه ريال مدريد، بقى دلوقتي حقق الخمس دوريات الكبرى، وده مفيش مدرب سهل قوي يعملها. خد الدوري الانجليزي، الدوري الاسباني، الدوري الايطالي، الدوري الفرنسي، الدوري الالماني خلال تاريخه، فحقق الخمس دوريات الكبرى. جه امبارح خد الدوري الابطالي الرابع ليه في تاريخه، فاصبح اول مدرب في العالم يكسب دوري ابطال اوروبا 4 مرات. امبارح كارلو انشيلوتي قرأ المباراه بشكل جيد جدا جدا، وقدر يسد على زي ما بنقول كده الطرق اللي كلها اللي ممكن لعيبه ليفربول منها يوصلوا لفرقه ريال مدريد، قفلها عليهم. حط فيرلاند مندي لعيب قوي جدا ولعيب فرنسي متميز في وجه صلاح وقفله، وخلى فينيسيوس معاه، فينيسيوس بيرجع على طول مع مندي، ادي ستاره قدام صلاح. الناحيه الثانيه حط كارفاخال وفيدي فالفيردي قدام ساديو ماني، ادي قفل على الاثنين دول الجناحين اللي هم اساسا الرئتين اللي بيحركوا فرقه ليفربول في كل المباريات الموسم ده، هو ماني وصلاح. قفل عليهم باثنين هنا واثنين هنا، قفل الفرقه تماما. وفي نص الملعب حط الاثنين بتوع في النص الدفاعي ورا او قلبين الدفاع، الابا وايدير ميليتاو، كانوا اثنين متميزين جدا، وحطوا قدامهم ستاره في نص الملعب. يعني هو قفل باللغه الطليان او الكاتتشينو، هو امبارح عمل الكاتتشينو الدفاعي الكامل قدام فرقه ليفربول. ليه؟ لان معروف من قبل المباراه ان لو ريال مدريد فتح مع فرقه ليفربول مش هيعرف يعمل حاجه في المباراه. فرقه يعني ليفربول كانوا بيلعبوا بنفس الخطه 4-3-3 4-3-3، ولكن هي شويه في متحوره شويه عند ريال مدريد اللي عملها كارلو انشيلوتي ل 4، نقدر نقول 4-4-2، ودي قلبها قليله جدا في المباراه. كان قصدي يلعب على الهجمه المرتده ويسيب الاستحواذ لليفربول بالظبط كده، سايب هو عمل النقطه دي، هو خلى فرقه ليفربول ماسكه الكوره، امسكوا الكوره، بس ساعه ما بتقرب عند نقطه الخطر بتاعتي او عندي خلاص الجون بتاعي، لا في ستائر من ستاره واحده عاملها دفاعيه ورا بعض. وفي نفس الوقت كنا اللي بنشوفه ده، هي ده اللي عجبني قوي في كارلو انشيلوتي امبارح، كمان الثقه الكبيره جدا اللي بينقل بيها لعيبه ريال مدريد الكوره. يعني انا امبارح بشوف الماتش، كريم بنزيما فعلا كان عنده ثقه غريبه، الماتش مع اصدقائي بشوفه امبارح بقول لهم فرقه في الدفاع بالشكل ده بتحرك الكره بالشكل ده، الكره بتقطع، يعني بيقطعوا الكره في الدفاع، مفيش تشتيت زي ما بنشوف هنا في الدوري المصري، ولا طوح الكره بعيد ولا الكلام ده، لا الكره بتتقطع في حته ثانيه يعني خالص، ويباصي لزميله ورا وبيباصي بهدوء ويرجع للجون والكره يستلمها ثاني. وفي هجمتين، الهجمه المرتده دي اللي احنا قلنا عليها بقى، في كورتين بالظبط هنا وهنا 3 لمسات كان بيروح عند جون أليسون بيكر حارس ليفربول وبيشكل خطوره. فهو امبارح كارلو انشيلوتي انا شايف تفوق تماما تماما على يورجن كلوب رغم السيطره بتاعت يورجن كلوب. واللي ما حلفوش الحظ هو يورجن كلوب، لاعب انه يجيب جون يضغط، فهيضطر ريال مدريد يفتح، ولو فتح ريال مدريد معاه كان ليفربول هيجيب كتير. صحيح. يمكن امبارح بعد المباراه كنت حريص ان انا اتفرج على الاستوديوهات التحليليه عشان اعرف الارقام بقى الخاصه بالاستحواذ وعدد التسجيل، كان كل الارقام والمعطيات بتقول يا ايهاب ان عندك 23 مثلا تسديده لليفربول في حين كان في 3 فقط للريال، كان في 72 هجمه في حين 24 للريال، ورغم كل الارقام دي قدر انشيلوتي اللي هو يصنع فارق زي ما قلنا بقياده بنزيما طبعا، لكن اللي كان نقطه فاصله بالنسبه لي الرقم ده، وقفت بالنسبه له كده تنحت، 225 كيلو متر مجموعه جري اللعيبه في الملعب. هل السر في اللياقه البدنيه؟ احنا بنتكلم على زي من هنا لاسكندريه كده راحوا جري يعني. بص، لازم تحط في دماغك ان احنا مش الكره اللي عندنا خالص، دي كره ثانيه. 225 كيلو اسكندريه ما فيهاش كلام يعني. دي كره ثانيه مش اللي بنشوفها خالص في الدوري المصري ولا في الدوريات الافريقيه معظمها. يعني انت بتتكلم عن فريقين كوكبه من نجوم العالم تقريبا، الفرقتين فيهم ال3 لعيبه اللي بيتنافسوا على الكره الذهبيه الموسم ده، ساديو ماني وصلاح طبعا ابننا في ليفربول، والناحيه الثانيه كريم بنزيما. دول ال3 الابرز حاليا في الموسم ده من الفيفا والويفا ان هم ينافسوا على الكره الذهبيه. بتكلم على فريق مليانين بالنجوم، فريق بيشتغل، الفرق دي كلها يا احمد فيها ناس شغل بدني، بيبقى فريق تدريبي مش معد بدني زي ده، في تيم كامل بدني بيأدي الفرقه دي. الفرقه دي هم بيلعبوا المباراه وعارفين انهم ممكن يروحوا لوقت اضافي وبعد اضافي ضربات جزاء، فبتلاقي ان بدايه ما بتحسش ان في اختلاف خالص وانت بتتفرج. بالمناسبه للرقم ده الناس مش بتبص على المكسب بس، ده بتبص على ما بعد المكسب. يعني بتتكلم على الكره الذهبيه، الكره الذهبيه النهارده المعطيات كلها اتغيرت، اعتقد ما بس صلاح هو الاقرب ليها دلوقتي بعد ماتش الريال. لا صلاح ابتعد خلاص، ما زال لا ابتعد بنسبه كبيره كمان ابتعد. امبارح انا يعني كان جمعني لقاء مع النجم الكبير توتي، وهو موجود كان موجود في مصر وعملت معاه حوار صحفي يعني، فهو قال ان وانا مقتنع تماما، قال ان الكره الذهبيه في النهائي النهارده موجوده بين صلاح وبين كريم بنزيما. الفائز هو اللي هيقترب، هو اللي هياخد الكره الذهبيه. هو مش هيقترب، قال يعني ده نجم كبير جدا واسطوره من اساطير العالم في كره القدم، توتي طبعا. قال ان انا بنسبه كبيره اللي هيكسب المباراه دي هو اللي هياخد الكره الذهبيه. كل الارقام السنه دي بتقول ان كريم بنزيما بيقدم موسم اكيد متابعينه يعني صحيح. موسم خرافي. انا كلاعب كره قدم بشوف الارقام السنه دي. كريم بنزيما هداف الدوري الليجا الاسبانيه، وده مش سهل، دوري صعب، 27 هدف. هداف دوري ابطال اوروبا 15 هدف. طب نحط الارقام الناحيه الثانيه، صلاح 23 دوري و8 دوري ابطال، في فرق يعني. هو جاب ضعف اهدافه في دوري الابطال، لان برضو صحيح. التعديلات اللي حصلت في الكره الذهبيه من فرنسا فوتبول والتعديلات الاخيره اللي ادخلوها، ان دلوقتي بقى بيبصوا للجانب الفردي بجانب البطولات. يعني البطولات بتتحط اوكي، بس اوريدي بقى بيبصوا جانب فردي. حتى الارقام الفرديه السنه دي بنسبه كبيره جدا متفوق فيها كريم بنزيما. طيب نخش للالقاب. محمد صلاح خد كاس كارباو وكاس الاتحاد الانجليزي، كاس الرابطه وكاس الاتحاد، ده خدهم السنه دي. في النهايه اسمهم زي ما بنقول كده، البطوله في اي دوله بيقولوا بطوله الكاس البطوله الثانيه، وفي بعض الدول البطوله الثالثه. ده اللي عمله صحيح. انما الناحيه الثانيه انا واخد دوري وواخد دوري ابطال، واخد اهم بطولتين في العالم، دوري ودوري ابطال، بجانب نجاحاته الكبيره طبعا مع المنتخب الفرنسي كريم بنزيما بعد عودته للمنتخب. صلاح حتى على الصعيد الدولي السنه دي برضه مش هتخدمه طبعا، ما وصلناش كاس عالم وخسرنا بطوله افريقيا في النهائي. فكل المعطيات الحقيقه حاليا بقت خلاص في صالح كريم بنزيما النجم الابرز. طبعا ميسي بعيد، طبعا كريستيانو رونالدو بعيد، خلاص الخريطه الكرويه اتغيرت بشكل كبير جدا بعد سنوات كبيره من سيطره ميسي ورونالدو على العالم وعلى القاب العالم. كانت المفاجاه كمان ان امبارح لقينا ناس كتيره قوي لسه بيشجعوا ريال مدريد. يعني انا من الناس اللي بشجع ليفربول عشان طبعا دعما لمحمد صلاح، فلقينا امبارح انه في الفرقتين كتير منهم بيشجعوهم. طيب يعني ليفربول زي ما حضرتك قلت خسر الدوري الانجليزي ودوري الابطال في اقل من اسبوع، هل ده هيأثر عليه في الموسم الجاي؟ لا طبعا، لان في فتره اعداد كبيره، وحتى تصريحات كلوب امبارح لو شفناها يعني في برضو الناس دي بتشتغل بخطه، بتشتغل ببرنامج. هو ممكن نقول ان خساره الدوري الانجليزي اثرت عليهم في النهائي صحيح. يعني دي نقطه ممكن نقف عندها كتير ونتكلم فيها، ان في اسبوع واحد انت خسرت، وخسرت خساره زي ما بيقولوا دراماتيكيه شويه، فرق نقطه. الدوري حق بطوله صعبه جدا في العالم كله. سيبك من تصريحات كلوب، لان اي يعني خصم ولو مهزوم كمان تحديدا هيكون تصريحاته كلها تصريحات تبريريه، لكن انت كمحلل لكره القدم شايف ازاي تقييمك لكلوب في الفتره الحاليه؟ كلوب مدرب جيد جدا جيد جدا، يعني ما تدروش جيد، لا مدرب جيد جدا. صنع فرقه ليفربول، ما نقدرش نقول ان في كام سنه اللي فاتوا ليفربول كان احد اعرق الفرق في العالم، دي ما فيهاش كلام، الثمانينات والتسعينات والكلام ده، وبعدين اختفى مات خالص ليفربول، الى ان جاء يورجن كلوب اعاد الفريق من جديد، احيا الفريق، رجع فرقه عملاقه في العالم اسمها ليفربول تاني للاضواء. عينه حلوه في اللعيبه، بيعرف يختار لعيبه. انا عايز محمد صلاح، ما بيجيبش لعيب وخلاص، عايز ابراهيم كانوتيه اللي هو امبارح يعني اللعيب الوحيد من ليفربول اللي موجود صحيح. في اختيارات افضل لاعب في نهائي دوري ابطال اوروبا، المدافع ابراهيم كانوتيه، واللي هو ما كانش اساسي الفتره من بدايه الموسم، يعني كانوا او الفتره اللي فاتت السنين اللي فاتوا هم بيلعبوا بجويل ماتيب وفان دايك، لا خلاص هو خد مكان جويل ماتيب وبقى اساسي جنب فان دايك. فيورجن كلوب مدرب عنده خبره، عنده مشروع. الفتره اللي فاتت جدد مع ليفربول زي ما احنا عارفين من قبل البطوله بحوالي 3 أسابيع اللي فاتوا، جدد عقده مع ليفربول، فهو مستمر مع النادي لسه لغايه 2026. ده يدل ان الراجل واداره النادي في ثقه فيه، وفي ثقه في خططه الفتره اللي جايه وفي رؤيته للمرحله الجايه. انا بقف عند تصريحاته مش تبرير. قد تصريح قاله امبارح، قال النهائي الجاي، هو قفل الحوار بكده يعني حاجه ساخره بس جميله شويه. بيقول النهائي الجاي فين؟ قالوا في اسطنبول. قال طب احجزوا لنا فندق من دلوقتي. يعني بيراهن الثقه ان انا هوصل نهائي دوري ابطال اوروبا تاني. طب ما احنا شفنا معلش التصريحات الخاصه بالنجم العالمي، لان هو فعلا عالمي، محمد صلاح تمام، ويمكن البعض وصف التصريحات دي بعد المباراة تحديدا بالمقامرة الخطيرة، لأن شايف إن هي كانت سبب من أسباب تعلية الجيم، تعلية المباراة، ولولا التصريحات دي ما كانش هيبقى فيه زي حالة ندية ما بين صلاح وما بين بنزيما. شايف ده إزاي؟ مبدئيا لا أتفق تماما مع اللي قاله صلاح قبل المباراة. يعني بعض الناس قد تكون متفقه معاه، انا مش متفق معاه تماما. صلاح انت حملت نفسك زي ما بيقولوا بالمصر عندنا، انت شايلت نفسك الليله. صحيح. انت خسرت خلاص، شايلت نفسك الليله، كنت انت بره، انت اللي عشمتنا. لا، وكمان قدام العالم كله انت الصقر والقصه. انت بص يا احمد، لو بصيت النفسيا قبل المباراه الفرقتين مختلفين تماما. كل الكلام في العالم لو لاحظت الصحف العالميه ثقه في ليفربول، لعيبه ليفربول رايحين نكسب، رايحين هناخد البطوله. ده صعب، انت بتلاعب ريال مدريد، ما بتلاعبش فرقه عاديه في العالم، السيد المتوج لاوروبا. صحيح. على مدار منذ بدايه الكره في اوروبا هو ريال مدريد، 14 بطوله، انا ضعف اكتر فرقه الثاني بعدي الميلان 7 بطولات. يعني ميلان 7 بطولات، ريال مدريد امبارح بقى 14 بطوله، فانت بتتكلم على فريق قوي جدا. انا تصريحات صلاح مش معاه تماما فيها، وضع لود على نفسه، حط لود على الفرقه بتاعته، كلها تصريحات صقريه، مفيش حاجه في الكوره اسمها صقر، كره القدم ما فيهاش صقر، ولكن ده في نفس الوقت ما يديش مبرر خالص للهجمه الغريبه اللي انا شايفها من البعض. يعني انا يعني مش عارف اوصفهم بايه، يعني انك تهاجم محمد صلاح، في ناس لا للاسف شمتانه محمد صلاح او تشمت او الحاجه دي، نغمه غريبه جدا السوشيال ميديا والحاجات اللي شايفها. يعني انا اسف، انت مين؟ محمد صلاح. محمد صلاح انت وصل لحاجه خالص غير اللي احنا بنتكلم فيها. صحيح. محمد صلاح امبارح من افضل لاعبي المباراه، وخلينا برضه نتفق ان السوشيال ميديا عمرها ما كانت مقياس. طبعا طبعا، لان احنا افتنا النسيان، بننسى حتى وان كان نسيان لحظي، ان لا ازاي ابننا ما عملش اللي هو، لا هو عمل اللي عليه. وزي ما انت قلت، وجوده في الملعب كان وجود رجولي لحد اخر لحظه، كان بيعافر علشان يحقق الفوز، وبالارقام زي ما قلنا، يعني بنتكلم في 23 تسديده، بنتكلم في 72 هجمه، وهو وساديو ماني كانوا ابطال حقيقيين في الملعب. لا، لازم نشيد بيه اللي عمله ونقف جنبه وندعمه في اللي جاي، عشان اللي جاي افضل وافضل ليه وللمصريين. بالظبط. بس هو انا زي ما بقول، انا ليه لازم تصريحاته. محمد صلاح وصل لمرحله كبيره قوي في العالم، تصريحات تحتاج في بعض الاوقات للاتزان شويه، زي ما بنقول تصريحات متزنه. يعني حتى كل لعيبه ليفربول الكبار رفع، يعني ما فيش حد قال التصريحات دي. انت اللي حطيت نفسك في الوضع ده. صحيح يا صلاح، انت حطيت نفسك في لود العالم كله دلوقتي بقى معاك انت. وحتى هو الصحف بعض اتكلم امبارح ان بعد الخساره دي، هتلاقي اكيد الصحف اللي طالعه النهارده لسه ما تابعناش حاجه في اوروبا كده، بيتكلموا عن صلاح. صحيح. بيحملوا صلاح كذا، وفين الصقر، وفين كذا، واحنا هنكسب وهنرد خساره كييف 2018، واحنا من وجودنا هنا بندعم صلاح كده كل الدعم لمحمد صلاح. خسر كسب احنا بندعمه محمد صلاح، ورغم انف الجميع محمد صلاح نجم عالمي وممثل للمصريين في الدوري الانجليزي، وقلوبنا كلنا مع صلاح. الاستاذ ايهاب الجنيدي الناقد الرياضي، بنشكر حضرتك يا فندم على وجودك معنا في صباح الخير. يا احمد اشكرك، وكنت سعيد بوجودي معاكم النهارده. كل الشكر لحضرتك. مشاهدينا، بكده تكون خلصت حلقتنا النهارده، نشوف حضراتكم بكره في نفس الميعاد ان شاء الله. كنا مع حضراتكم احمد عبد الصمد وليندا عبد اللطيف وبسنت الحسيني، ونصبح على حضراتكم صباح الخير يا مصر.